السلام عليكم تحياتي لجميع المتابعين المغاربة الجزائريين والتونسيين كنبغيكم كاملين كيعجبوني التعاليق ديالكم كنحاول ان نقراها كامله ونجاوبكم آه اللي ما جاوبتوش كنعتذر ليه آه تقريبا كاملين بالاسم بالاسم غير ما كنتش نتكرر اسمعكم كامل ولكن خف حتى شي اسم وغادي يتعا ليا اللي كنتمنى منكم هو انكم تبارطاجيو القصه ديروا لايك لان بزاف منكم كينساو اللايك لان كيكون فرق كبير بين عدد ديال المشاهدات والعدد ديال لي لايك فنحاولوا نتحداو نفصلنا في هذه القصه في هذا الفيديو نحاولوا ان نخليو العدد ديال اللايكات يكون قريب العدد ديال المشاهده وعلاش لا تحدي نجربوا فيه وان شاء الله يكون خير كنتمنى لكم التوفيق جميعا وان شاء الله اللي عنده شي حاجه كيتمناها كنتمنى من كل قلبي ان ربي يحققها ليه كنتمنى ان هذه القصه تكون خفيفه على قلوبكم هذيك اللايك اللي كديروها كتهمني بزاف لا هي ولا تعليق ولا ولا المشاهده كي كيحفزني اللايك كيبين كي ليا بالله القصه عجباتكم بلا سرد عجبكم بالما الاختيار ديالي للقصه حتى هو عجبكم وتعليق ديالكم كيهمني كي بزاف كنتمنى انها أن تكون فيه الصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله هو الأول لأن هذا التعليق هذا مهم ليا وليكم كتاخدو فيه الأجر حتى أنا كناخد فيه الأجر معكم واللي قراه حتى هو كياخد الأجر إن شاء الله بعد كتبو تعليق فيه اللي بغيتو نبداو مع القصة كان كلشي مجموعة في الصالة كيتسناو شي أول مرة غيشوفوها مع أنها جاية من الميريكان أكيد غتكون شي جعراء زعرة لبس والمكياج والماكياج ومقادة حتى حاجة الناس كلهم كانوا مقادين لابسين احسن ما عندهم باش يبانو حدا بنت عمهم اللي عمرهم تعرفوا عليها الفضول قتلهم شي عاجبو الحال تبقى معاهم وشي كارها اصلا شويه سمعوا صوت طيارة خاصه خاصه نزلات بلاصها اللي في الجرده اكيد هي وصلت عينيهم بقات على الباب كانت لازم من الطياره فديها كتاب كترجف شافت في فيلا كبيره الجرده بحال غابه يلا درتي فيها تلف وعاد الدار اللي جايه في الوسط كان كان تصميمه من على برا زوين وراقي شافت الخدامات كيهزو شوانط وغادين. دارت عند اللي اصرت جيبها معاها في اول لقاء مع عائلتها اللي ما كتعرف عليهم والو بحلا الا غرابة عليها يعني. صاحبتها شدت لها في يديها وبالانجليش سناء حاسه بك ما تخافيش هما يبقى عائلتك راه عارفه 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 هادشي عارفه هادشي كله غيدوز سناء بغات تلطف الجو كيجيتك زوينه بغيت نرجع لامريكا بيدي خاوي يقدر شي واحد من ولاد عمك يعجبو روان بصاب باش تبقي حدايا نيت وجونا حبيبه لما نخلي روان بديتي يلا صافي زيدي زيدي وصلو للباب كان شويه محلوله راه رجعت اللور خلات سناء تدخل هي الاولى سناء حلات الباب ودخلت كل شيء كان كيشوف فيها كي دايره كانت لابسه كسوه قصيره مع صباط طالون عالي شعر طويل زهر العينين خضر داكشي ديال الافلام ما ما خفيف تماما كيف كي كانوا كيتخيلوها الجده شافت كلشي ساكس وكيشوف فيها هضرات هي تفضلي يا بنيتي يا روان مرحبا بحفيتي يا كتفهمي الدارجه سنا غلبات الضحكه ودارت وجرت روان اللي داخل حان يا راسها هذه يا روان انا صاحبتها كل كلشي تصدم مستحيل تكون هي لبس الخمار واللي على وجهها، وفي كتاب الله القران الكريم وساكا ابدا ما توقعتوش تكون هكا ما توقعوهاش تكون هكا ما جاتش حتى في بالهم داز ثلاثه دقائق السكوت هما غير كيشوفوا كي فيها وافكار كثيره كدور في راسهم روان زاد التوتر عندها الجده عيني دمعو النهار هادي هي حفيتها حسات بواحد الاحساس زوين ملي شافتها هكاك لا وهي كتبكي الله يرحمك يا وليدي على هاد النعمه ربي يحفظك ويسترك بنيتي روان غي غير واقفه وساكسة الجدة شدات من يديها وداتها للصاله هذا جدك محمد روان شاف شافت فيه صوره تبقى طيب الاصل على باها الله يرحمه بحال كي كانت كتشوفه في التصاور حلاته بس يديه وجره على النقه حسس بحال الا حاضنه باها شمت ريحته فيه وحسس بباها فيه نزلت دمعتي من عينيها الجد فرح بزاف حتى هو في هذه اللحظه نسا الماضي كله كيف كان غي في لي اللي. اللي. اللي كيف تاخر بها دابا مرحبا بك من يا بنتي أروى بصوت من خافته في بحا زوينة شكرا تشرفت بيكم كانت هدرتها شوية مع كلام الدارجة كتهضر برا لي لي غيسمع أول مرة غيعرفها جاي من برا دارت سلمات اللي في الصالة إلا رجال ما كتسلمش عليهم وجلسات دارت شافت في صاحبتها الجدة من الفرحة يا بنتي مرحبا بيك تفضلي تفضلي جلسي سنة شكرا وجلسات حدا روان الجدة عرفتها عرفات على الهائلة كلها اللي كتكون من ثلاثه دعمامها أولادهم وعيالاتهم احلام الوحيد اللي فنشوفك نشوفوك سناء نقزات ما كتعريش وجه احلى رجال احلى مشيمه بصح جات شاف فيهم بحده دغيا جمع ريوسهم بدا كيهضر مع حفادو تفضلوا خرجوا من الصاله خليو البنت تاخذ راحتها هذا واحد مرة واحد والفضول دابحهم باغيين يشوفوها راه هو غير لسام وهبطت وهبطات من على راسها وعلات راسها في جدة ماس بخجل كل شي حل فما فيها كانت آية من الجمال بلا حتى نقطة الماكياج خدت البيوضة واللون العين يعني الرمادي المفتوح من عند أمها الميريكانية والشعر الكحل كاين مع طويل وقوي والعينين كبار وواسعين مع رموش الكحل بزاف والنفس غير ومقاد من عند بار الله يرحمه والفم صغير مع شفايف من فوخين وحمرين من عند الله وحنا من منفخين شوية كانت ملاك ملاك بيعين لي ما بين الجمال الأجنبي والعربي بحل شي لوحة فنية مرسومة بإسقال الجد والجدة سبحان الله كل شي قالها مرهم يلا زوج أحلام وشي ما اللي سبل غيرها كي منهم الجدة آي من الجمال يا بنيتي سبحان الله سبحانك يا ربي الله يحفظك يا بنيتي جيش خليني نعنقك روان حطت المصحف ونا تنقاتها الجد جمال واخلاق ودي ربي يسخر فيك من سيور ذهلك من اليوم الدار ظهرك ما تحشميش واللي بغيتيها ما عليك غير تنقيها وجدك يحضرها روان حساس حسات بالامان والحنان كل حاجه زوينه في هذه اللحظه عرفات بلي العائله هي كل شيء حال النهض وجلست حداها اخيرا تعرفنا عليك مرحبا بك بيناتنا فرحت بزاف والله ملي تعيشي معانا روان بسات مات ليها شكرا ناس مريم حتى هي جلسات حداهم اه بصح عجبني الحال والله عندي متسمي بحال هكا مرحبا بك روان روان شكرا الجده بقي ولد عمك واحد ما تعرفتش عليه مسافر غدا يرجع من فرنسا روان الله يجيبو على خير مرات عما اسمع قلا عيان انت وصاحبتك طلعوا تلتاحوا الفوق لا لا بغيت غير نتوضى نصلي الجده الله يتقبلها بنتي وشافت في حبيتاتها اما شي وحدي لا صالات لا عباده بعدا غير تصوب الشعر ولا مرايا وندخل ونخرج انا وانا بتاسمات الله يهدي الجميع البنات تحسب باحراج هي زوينه كتحمق ومحترمه راسها هما اللي عندهم الربع الجمال محيي حين وكيعرفوا الصلاه غير مرض رمضان شيماء ما كتهمس الاحلام شي جداش كتقول حدا هذا بغات تحس براسها احلام علاش مالها حدا احسن منها شيماء ما شافت فيها بحال الا كتقول لها كتكذبي على راسك أحلام زوينة وصافي بقاو كيشوفو كيش فيها يأكلوها بعينيهم يحسدوها على كل شي فيها مبنات وعجباتهم هاد لا شاف شي راجل أكيد يحمق عليها روان وسناء طلعو في المصعد هما حنان باش توريهم البيت الدار كانت كبيرة لدرجة كبيرة حيت كتجمع العائلة كلها الجد ما بغاش العائلة تفرق بغاهم يبقاو مجموعين حداه كان فيها أكثر من صد الأجنحة وكل جناح فيه زوج البيوت مصمم بطريقة احترافية وعاد الصالونات اللي مفرشين بأحسن مكان بلدي رومي فرنسي تركي مغربي على مقلب كتلقاه كاينين خمسة الخدامات مقابلين الدار وزوج طباخات في الكوزينة وعاد لي زاجون سيكيغيتي اللي برا على هالفيلا كل واحد في حاضي وصلوا الطبق الثالث اللي فيه البيت اللي غيكون دراوان دخلوا كانت بيت زوينة بزاف ديكورات فاخرة وألوان لي كتفتح النفس كان الإندماج إيه بين الرمادي والغوص بارد والبيض حنان عجبت البيت آه زوين بزاف يلا نخليكم ترتاحو وخرجات روان حلات البلاكار لقاتهم صفو كل حاجة في بلاصها سناء بال بال بالإنجليش بال عيلتك ظريفين بزاف سعداتك بيهم تسمات ليها روان آه بصح صحيت معاهم غير ديك احلام وشيماء حسيت بهم بحال لا محملوكش غير آه كيجي بك الله بالك واش بغيتيهم دغيا يتداصرو معايا في الاول راه اول لقاء ايوا شوفي حنان ومريم غزالات وضريفات زعما ما ماشي بحالهم انا وين بدلات الموضوع نتوضى نصلي وانت تدخلي دوشي صحيح تبسك معايا لا لا بالعكس شحال ما جيت المغرب اصلا ما نخليك بوحدك راه باسه ودخلت تتوضى وخرجت تصلي وصنعت هي دخلت للدوش اما لسحت حنان اه غدا جاي جد الله يجيبو على خير قول لهم يبداو يوجدوا العشاء اسماء أسد التليفون ديال الكوزينه بداو توجدوا العشاء وقطعت اسماء ما حسبناش بنت فؤاد تكون هكا سبحان الله الجد تفكر ولدو اللي هادي قبل 21 عام عصب وتزوج بأمريكانية وهو عارف ان باهم مال عليهم الاجنبيات تعصب وصدم على كبتو وخيرو بين عائلته ولا هو اختارها هادشي اللي خلا كي كيتبرى منه ومن اي حاجه كترتبط بيه حلا إلى ما عندوش ولد سميته فؤاد داس أيام وسنين وماتت لا ورا مرات فؤاد وخلت له بنت في عمرها 13 عام هو تحملش بالمسابقه تاع غير الشراب والسكره حتى مرض مرض خايب وبقى شحال في الطبيب وصفت له رساله كي يوصيها لبنته اللي باغا ترجع لبلادها وتعيش وسط عائلتها وما اسمها الجدول جدا تاثروا موتوا وحزنوا عليه جد سمح له ورد عليه وفك داك السخط اللي سخط عليه وقرر يجيب حفيدته تعيش معاه روان تربات وسط مجتمع منفتح، فاتح بزاف كل شي عادي عندهم ولكن هي قدرت تخرج على عاداتهم المهم مها ورفشت فاش تزوجات فؤاد سلمات دارت الحجاب وقررت تربي بنتها على الدين الاسلامي والقران الكريم روان كانت من الصغر كتحفظ القران وكتلبس المستور وملي دارت 12 العام دارت الخيمه برغبتها كبرات وواجهت صعوبه في المجتمع الامريكي ولكن قدرات أقل مع الوضع حتى خلات الناس يدارين بها كيرضاو بها كيف ما هي حتى ولا كلشي كيحترم حتى المدرسه والجامعه كلشي كنعطيها الثقه عندها صاحبتها وحده اللي هي سناء واخا هي مختلفه عليها كليا ولكن هذا الشيء ما منعاش تكون صديقتها المقربه المهم هذا الشيء اللي كاين حتى من الصغر كيعودوا كيعاودوا لها عائلتها وخا المشاكل اللي بيناتهم عيطوا لهم حطوا تعشاو طبعا الدراري تعشاو وحده ما احتراما ليها بدات ليله الخير وجه وجه نهار جديد روان كانت كتصلي الفجر والصبح وكتقرا القران هاد كتولي تنعس فقدت الحشرة قد انا في سابع نومة دخلت دوشة نشفات على وضفراتو سناء وهي كتكسل شحال في الساعه روان 11 اه يا اختي خاصني نمشي بحالي علاش خليك لا اتفقت انا وجون نجي اليوم ما يكون كيستناني دابا نولي خاصني نرجعو وصافي ترجعو نجلس معاك روان وهل بغيتي سمع تقعد في دخلت سحانا صباح الخير روان و وسانا صباح النور هبطت تفطروا راه نفطروا كاملين راه حتى انا والبنات عاد فقنا روان شوفي انا ما بغيتش الدراري ما ياخذوش هكا راحتهم انا ما عندي حتى شي مشكل هنا فهمتي لا لا بالعكس راه ما قالوا والو اصلا هنيتي كيعجبهم يبقاو ديما مجموعين جدي ديما مجلسهم حداه روان الله يطول في عمره امين ويلا نهبطوا لبسات تاع خفيفه وهبطت في يديها هذيك الغطاء والتعامل الحسيات جلسوا في الجردة في واحد الكليسة زوينة مغطية من الفوق بالورد والوعية حدا واحد الطاية دلما صغيرة فيها البط كيهم عجبهم الحال كانوا ضايرا بيهم زوج الخدامات لابسين زرق ولابسين البيض والزرق كي يمدوا الماكلة احلام شعلات الأغاني احلام بدأت كتنص ها أه. ويلي اسمحي لي انتي ما ما مخصوش الأغاني سنائيا الله كانت غترد عليها وهي تسكت راه لا لا خدي راحتك ما عنديش مشكل مع الاغاني حتى ملي كنبقى بنت كنبغي نسمع الاغاني شيماء يا وكتعرفي تشطحي <applause> روان لا ما كنعرفش احلام هي زوينه هذه كتعرفي تشطحي صدقتي متفتحة شويه حساب لي من داعش خفت تقلب لينا شي نهار شيماء ما هي حنان من الفوق يا بعد عند الوجه باش قابل ربي اما نتوما والو سير سير ديرو غير النص ديال داكشي اللي كدير عاد هضروا احلام ناري شي ما شويه وضربنا غير كنضحكو ربي السلامه من النقص مريم احلام احترمي راسك شويه ولا غنقولها لماما تفهم معاك راه بابتسامة علاش كبرتو الموضوع خلينا يضحكوا ما فيها والو احلام وهي ما تخلقاش نتوما درتو فضيحه نوضي نوضي نمشي قمه العصا ومشاو مريم سمحي لنا لسانهم ديما طويل لا لا ماشي مشكل حنا اليوم جاي خويا بقى والو غير شي ثلاثه سوايع ويكون هنا سناء روان انا خاصني نمشي الجده من وراها خليك بنيتي مثل معانا لا لا خالتي عندي شي شغل ضروري مرة جايين ان شاء الله ايوا تعاودي لنا هذه سنا سناء ان شاء الله ونات بدلات وخذت ساكا سلمات على كل شيء روان بكاس ما بغاتش تمشي بغاتش تبقى بوحدها ودعاتها وركبات في الطياره الخاصه وصلاتها حتى الطياره ديال العائله دازو سوايع قليله كانت في البيت كتسمع الغوات والضحك وشي اصوات في الجردة طلعت من الباركو غيب شويه شفتو عاد نازل من الطياره الخاصه ديالو كل شيء كيسلم عليه كان حتى بالدار كان طويل وعريض لدرجه ان اللي قدامه ما كيبانش لابس تيشرت اسود لاصق عليه برز عضلاته شويه ودار جات عيني في البالكون ويترجع اللور للور بالسربه قلبها كيضرب وما هتمش المهم غير شي وحده رجعت اللور غتكون غير شي وحده من البنات روان سنا هبيه لكانت كانت انا ما ملتماش جلسات فوق الناموسيه ودارت الفولر وهزات المصحف بدات كتقرا القران بعد ما صلات لتحت سلم على كل شيء كان مسافر شهر لفرنسا فرنسا كيقاد شي صفقات في الشركه اللي سمان. وكالعادة كلهم نجحوا إذا تكبل فرع ديال شركتهم المعروفة عالميا كانوا في الصالة جالسين كي في جميع المواضيع وكي بكل احترام مريم كتمز الأحلام شافي زمانك شحال زوين أحلام كان حمق عليه خالتي ديما كان كتقول ماما ما غتخليه ما يخطبني لحد الآن ما شفت والو مريم راه ما كانت غير الوقت المناسب باش تقولها البابا ويقولها الجدي فهمتي أحلام وحنا غنشوف حنان خويا بنسمي سامي فؤاد البارح جات هارون مزيان كمل درسه مع جدو بخصوص الشركة رضا ولد عمو الصحافة كلها كتهضر على الصفقات اللي درتي تبارك الله عليك ولد عمي هارون مسح الحيسو مبتسم ماشي راني حفيد العالمي وضروري نطلع ليه الجد بالسيخار الله يرضى عليك ولدي يوسف يوما ما غنحتافلو ما نديرو والو بدر ها خاصنا نديرو شي حاجة جد اه بصح من هنا نعرفوا روان على العائله والناس اللي كنعرفوا حتى ان شاء الله خاص يكون كل واجد غنديروا شي عشا شي عشا يجمع فيها كل شيء هارون اتبقى معانا هنا ديما اه ما عندها فين تمشي هذه هي دارها هارون مرحبا بها حنان عرفتي اخويا ما غاديش تيق شنو غنقول لك شاف فيها معنا البنت واخا في امريكا دايره الخمار تام والصلاه والعباده فوق هادشي ظريفه وآي من الجمال سبحان الله ما شفت بحالها احلام بغيره بقالك غير ترسميها ولا نقول لك جيبي جيبي صور سحسن، احسن حنا فيهم ما في عرفات غيره هارون تفاجات هو شويه غريبه ولكن كل شيء ممكن كمان ما معاهم في الخدمه كي زدك شي احلام خاصنا نوجدو شغل لبسو خاص نكونو زوينات شيماء اصلا حنا زوينات يا حبيبه المهم نلبسو وحده من الكسوات اللي شرينا من فرنسا ياكي احلام اه داكشي نختارو شي وحده زوينه نوتي تشوفوني نشوفوا شيماء يلا داس نهار وجا نهار الحفلة كانوا كيوجدوا الدار وكيقادوها ويشريو اللي خاصهم وجدوا الماكلة مع الناس أنواع كل ما لدوا طعام دارت جات سبعة كل شيء واجد البنات لابسين مقادين الناس بدو كيجي كي وغير شكون شكون كبار الشخصيات المعروفة كانت في البيت جالسة كانت في القرآن حتى دخلت عندها حالا روان صدق الله العظيم وحيدات الفولار حنان بغيتي شي حاجه اه جيتي زوينه غزاله بالصحه وراحه حالا شكرا خيتي وانتي نوضي نوضي واش ديري راسك راه عارفه ما يمكنليش نهبط الرجال لتحت ما يمكنليش نهبط بالخمار هادشي ناقصه شويه وشويه ويدخل جده وسد الباب بنتي مالكي جالسه بوحدك لبسي عليك وهبطي حالا حنا جدي دايرين داكشي مخلط جدو ما مخلط لبسي عليك بحال بحال ديما حطيني قاع ما ماشي عيب روان ولكن ما لا ولكن لا والو بالعكس عاجبني الحال نشوفو وحده من حفيداتي ساتره راسها يلا يلا بحرك كلشي يسكت نيتي عرفوا شكون هي بنت المريكانية غاتو بسيتو ويخرج حالا عن حتى انت وليتي ختنا دابا روان شكرا لبسات عليها النقاب واللسام وهبطت هي كل كلشي بقى كيشوف فيها كل واحد واش كيقول كي مشا وقفوا حدا هارون وريضه حالا هارون هادي روان هارون شاف فيها مرحبا بك اختي ستحينا في فيه شكرا اخويا بلا عريق وعينها سوين بزاف خما فيهم لا كحل لا والو نزلات عينيها وشافت في الارض شاف رضا القه في حتى هو شاف هارون ويخنزر فيه يلا نمشي عند الدراري رضا نعم اها وخا روان كل شويه كيجي كي يسلم عليها شي حد طبعا غير هيالات حيت حتى راجل ما يقرب لها كيشوفو كي غير من بعيد وليزات في عينيها ما كيسخاش كي ينزلهم كل شي جا يشوف شكلها كيف داير هارون كان بعيد عليها ولكن مراقبها كانت رزينة وثقيلة في حركاتها شاب ناس عمو خزو هيك طيروا روان حنان انا غنمشي للحمام ونرجع واخا حبيبة نمشي معاك لا لا يخليك خليك يلا قربات للدورة اللي فيها الحمام كانوا شي ثلاثة درجال واقفين عطينا بالدار خاصة دوس حشمات تنطق وتقول لهم بغيت ندوز دارت حان لقاتها مشغولة كتهضر مع صحاباتها هارون اللي كان مراقبها شافها وقفات ما قدرتش تهضر رواني يلا بغات ترجع كي بغد ويا تسمع هارون كيهضر مع البنت باغا دوز دارو شافو فيها خوت الطريق يا داس دخلات الحمام شدات عليها الباب حيدات لسام شافت وجهها يقول ولا احمر 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 التوتر كيخليها تولي هكا مزنقه غسلات وجهها ورجعت لسام عليه خرجت مشات عند حنان وهارون مازال حاضيها احلام شتي هارون شنو دار شي ايوا غير يبغي يعاونها اه وعلاش هي غي حاضيها شوفي شوفي من الصباح وكي كيشوف فيها شايمة لا غير جات غريبة لابسة ديك الشي مالك صاحبتي دغيا كتعصبي أحلى معطات على شنيفة وهي معصبة أح دابا نشوف هارون كان واقف مع ثلاثة د الرجال الأمال كيهضرو بخصوص العمل شويا هو واحد فيهم داك البنت زعيني زوينين عادي إلا حيدات التام كيف غادي تكون تاني وياه شي ملاك شوف 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 بعدا الزين بصح مخبي راسه هارون تحصب كيفاش تشرقو كيهضرو فيها حتى شنق على واحد فيهم وخرج من ديك الصالة غادي به الكولوار هارون وهذا لسنانو عرف راسك مع ملي كتهضر وحتى راسك ملي تكون في الدار ديال السي العالمي ولا راك عارف شنو غادي ندير شي ويجي الجد وريدا في بين بينتي باش الدري هو كيقاد في حوايجو جد شحال ما قيتي عرفتي ولد من يكون ولد شكون بغاه ما كيهمنيش لا لا هاد العصبيه ديالك زايده دا. شنو دار باش درتي لي ديك الحاله هو غادي انا اللي عارف دخل الصاله خنزل فيهم وما شافوها شافو هبطو عينيهم مشا عند حنان اجي نهضر معاك نعم اخويا خدي روان طلعي الفوق ما عندهاش لا تبقى هنا علاش راه غير حتى العشاء ديري داكشي اللي قلت لك حنان ما فاهمه والو واخا مشات عندها بقات كتخربق عليها حتى طلعت على طلع البيت وسدات الباب وهبطات قاسم كيحطوا العشاء هارون في الكوزينه كيهضر مع الخدامات طلع شل... طلعوا طلعوا العشاء لراوان البيت دابا واخا سي هارون طلعوا ليه فرحات عجبها الحال تهنات من ديك الصداحات كاع وكلات فرحتها سالا ولا عشاء والضياف مشاو بحالهم كل شيء طلع البيت وباش نحس كانوا عيانين وصلت لسا الصباح روان ما جاهاش ناس شافت الساعه تنهدات ما تصلات جوج ديال الركعات جاهز الجوع كل شيء غيكون ناس دابا نهبط ناخذ شي حاجه ناكلها هزات شال في يدها احتياط دارته فوق شعرها هبطات بالحفاه وغيب شويه دخلت الكوزينه حيدت الشال حطاته فوق الكرسي حلت الثلاجه لقات حلوه مازال صحيحه ديال الشكلاط شهاته بدات خدات من طريف ورجعاتها الثلاجه كلاتو غسلات يديها ومشات تغسل التبصيل، هو كان هابط الكوزينه تسلل تسلل تجلو... تسللو الماء في القرعه شاف الضو مشعول دخل شاف شي وحده واقفه كت... كتغسل التبصيل شكلها كان زوين بالبيجامه البيضاء فيها نقاطي في الغوز وشعرها طويل كحل بحال الليل ورطب مسرح فيها نين تفكر بنات عمو وحده ما دايره بحال هكا دارت بالزربه باش ترجع للبيت وهي تشوفه واقف كيشوف فيها صدمه دغيا ولات دارت عطاتو بالظهر هو ما فهمش شنو شاف ملاك واقف حداه لدرجه ان قلبه ولا كيضرب بالشهد ا روان بصوت منخفض متقطع عافاك ما لابساتش نقابي بغيت نطلع للبيت ا نحس على راسو خرج وقريس في الصاله باش خرج دارت شال على راسها خرجت بالزربه طلعت الفوق هي كتلوم راسها علاش ما عاد خرجت هارون لحد الان صورتها بين عينيه وصوتها الدنيا عجباتو بزاف زينها كيجذب واللي كيشوفها كي عمرو ينساه على راسو ودخل الكوزينه شرب ومشى لبيتو هو كيفكر فيها نهار جديد وحدات جديده يوسف كيقرا كي في الجريده غير شاف جدوناد عنده جدي اجي تما شنو كاتبين جد شنو كانت على هارون ونجح صفقاته على روان حفيد الحاج العالمي الامريكانية كيهضروا على الشد البارح وسيدي كيقولوا عيني هجد وكل الحضور الجد تحاشا ما كيفلتوها هارون جلس حداهم خطف لي الجريدة قراها ورماها فوق الطبلة معصب زادو فيهم بقات ليهم غير هواني يهضروا عليها جد وعلاش معصب صلاه الدرجه ما قالوش شي حاجه ماشي هي هذيك ويوقف هارون انا غنتحاسب مع مول هذا الخبر مشى والجد ويوسف خلاه مصدومين ومين يوسف من يرجع من فرنسا هو جد واه بزاف على العصبيه خاصو يتحكم را في راسو الجده جات قصه حداهم راه خاص تزوجوها الحاج السيد راه ولا عنده 29 عام خاصو يدير تا ظهرو وراسو اللي تكون في جنبو وعندك الحق انا غنتفاهم معاه بعد هادشي نشوفو البنت الجده البنت كاينه الجد شكون كنت بغيت له راوان بغيش هو ما غيبغيش الخمار يوم ألقاش بحسن أحلم منه فينا ماشي برانيه الجد صافي نصيو معاه نسولو البنت الجدة البنت حاطة على عين عليه بلا ما نسولوها الجد بسات حيت هو حاس بها ايوا على الله هارون مشى للشركه امرهم يجيبوا لي صاحب المقال بعد ساعه ربع ساعه حتى كان عنده في المكتب عطاه هارون ورقه للاستقاله باش يسنيها الصحافي صبح لي يا هارون راه ما والو هارون بفني اللي يسمع لهضرتك سنيها وعطيها للمدير ديالك راه كيتسنى مساعد لك مهنه الصحافه صحافي طاح له على ورجال ورجع هارون هزوه وخرجوه بعد ما سنى ورقة الاستقاله هارون نهد وهز شي ورقه يراجعهم بحال الا ما والو في الفيلا روان كانت في الجرده جالسه كتشوف الورد اللي زارعين عجبوها شويه تشوف شي حد وقف حداها كان رضا رضا عجبوك روان قادت هاد لسان واخا هو راه ديجا مقاد اه عجبوني رضا بغاها غير تشوف فيه بغا يشوف عينيها مرتاحه معانا على بعدا اه ضروري راني وسط عائلتي قطع واحد الورده بيضه كبيره وزوينه ودالها قصات فيها فيه هكا ما قداش تمد يديها وتاخذها رضا خذها هدية من ولد عمك خداتها بالزربه ويقف كيغلي كي من الداخل وكيحاول ما يبينش روان غير شافتو حنا دراسه ومشات هارون دار الجيزة وحا غادي يحسد خلاص وعبرات على غبرات على عيني شنو كنتي كدير معاها ريدا والو وقفت حداها وسولتها واش مرتاحه ما تبقاش حرجة البنت ما كتبغيش تحاك مع الرجال اش هاد الاهتمام الزايد براوان هارون دور لسانه على شفيفو كيف العاده دي ديالو اش من اهتمام غير نحتارمو البنت وصافي ريدا هو غادي محتارمين بلاس يومين أو بالضبط في المكتب الحاج العالمي هارون هو محصن علاش كتدخل فيا ملي نبغي نتزوج راه غنتزوج فهمتو شد وي في فيه اولا جلس كي الناس ثانيا هضر شوية بشويه هارون تنهد بحال على حيتو لي جدي تفعل شويه جلس فوق الكرسي جدي انت عارفني الزواج راه ما تخليش راسي حاليا جد ضرب عكازه في الارض شنو بغيتي تبقى كل مره مع بنت هادشي ما طلعلكش في الراس حسب لك اخبارك ما كتوصلنيش شنو زعما كتلاق مني ماشي هذا موضوعنا انا قلت ليه لا الزواج ما عندي ما ندير به نساو الجد عرف بلي العصبيه والعناد ما عندهم باش يفيدو الجد بدا بجديه خلطه شويه مع الحنان حتى هو الحفيد الكبير للعائلة العائله وبغيت نفرح بيك راك عارف شحال عزيز عندي وما كانتك بوحدها شوف ولد عمك صار منك تزوج ولد ولد ما شاء الله تا بقيت غنشوف ولاد قبل ما نموت راه بقى لي والو في الدنيا راه ولدي راه كبرت وليت كنعيا هارون قفي فيه جدو يقول هكا جدو اللي بحال باه اكثر الله يطول في عمرك تقول تقولش هكا الحاج ايوا دير لي خاطري ولدي وخليني نفرح بيك هارون سكت مدة وينطق صافي دير اللي بغيتو جد ويفرح الله يفرح الله يفرحك كيما فرحتيني شوف ما نلقاوش محسن من تعمك. عارون هارون ويشوف فيهم شاف فيه. شكون فيهم جد احلام ويتنهد صافي وخا انا نمشي دابا عندي شي سي الله يرضي ذلك خرج ركب طوموبيلته البورش وكسيره بسرعه مشى لواحد الشقه دخل بقاها لا. كتسناه، لابسه هذا الشبيستانوي بي في الكرونه قصير وشفاف داس يومين انتشر الخبر ديال موافقه هارون باش يتزوج بأحلام اللي غادي تطير بالفرحه كانوا جالسين كلهم في مجموعين مجموعين يشربوا اتاي مع الحلوه الجد كان فرحان فرحان بحفادي ملي كاملين وفرحان بهارون اللي ما بخاطري ووافق يتزوج هارون كان ساكت ما بغى يقول والو جات هو كيشوف روان عندي خبر اخر كلشي شاف فيه بنتي روان بعد الحفله جوا الخطب كسار ما بغات شي حد فيهم وبساس مكمل هدرتو ولكن رضا طلبها مني ومن بعد ما فكرات وافقت هارون كان كيشرب اتاي ويتوقف ليه تصدم بقى كيكح حتى الماء ويرتاح شاف روان باش يكذب لي سمع بقى كيشوف فيهم كيباركوا ليهم رجع شاف فريدة لقى يطير بالفرحة تخيلوا عايشين بزوج وريضة بوحدو اللي يقدر يشوفها ويقيسها تفكر فاش شافها شحال كانت زوينة يعني ريضة يبقى يشوف هاد الجمال كل كل نهار الجد قررنا غدا خطبة الخطوبة نديرهم مجموعين جدي خطبة ديالي انا واحلام حسن من بعد جد وعلاش مشغول احلام هي تنقص آه عنده الحق حتى انا مازال باغا نوجد راسي الجد ايوا بيناتكم المهم غدا غنوجدوا الخطوبه الطريدة وراوان وغنعرضوا غير الناس القراب روان بصوت من خافت جدي انا بغيت الخطوبه غير بيناتنا اللي حب خاطرك بغيتيها غير بيناتنا صافي غير بيناتنا الجد زعما راه سولاتني انا رضا اسمح لي جدي الجده كتضحك فرحانه ايوا من الفرحه صافي بنتي غير بيناتنا روان بحال فرا شكرا جدي هارون وقف ماشي يمشي احسن بقات ام هارون فين غادي يا ولدي ما عندي شي شغل وخرج كانت الساعه 11 ونص كانت بيتها كتفكر في حياتها شيا خافت تكون سرعات في الموافقه نهدات وبقات كتقرا في القران شويه كتسمع الشتا كتطيح كطيح حيدات الشال، جات كتجري للبالكون دخلت فيا كتضحك كتحمق على شتات الصيف كيعجبها تحفق فوق شعرها وتفزكو خفات الشتا كطيح فوق منها هزات يديها الفوق سرحات كفوفها والما كيعبر في يديها وكتبتسم ما انتبهاتش العيله اللي حاضره كان هارون في البالكون كيكمي ما كانش متوقع يشوفها بقى حاضحه حاضيها حتى طفل في شاف شعرها طويل فازك الحوايج لاصقين عليها وهي تضحك فرحانه كان منظرها زوين مغري شوية عوعة وعاد تحبس الشتا وغادي يدخل بثلاث حوايجها ونشفات شعرها والعساس وبقى كيفكر في حسن حسن نهار جديد كانوا كيوجدوا الخطوبة بطريقة مشا لها الخاتم ديال الماس واعر مع سلسلة وشي تخربيقات المهم الليل كالعادة كل شي مجموعة داروا داكشي شي لخاص ويدار روان عيش بها الشي شي لي جاب رضا وتفقيد المولاك أسبوع. يديروا العرس هذا الشيء كله داروا قدام هارون اللي شوي غادي ينوض يفرشخ غير صابر الجد روان صافي الولد تقريبا ولي راجلك ضروري خاصو يشوفك هنا ايه هارون كان غيوقف قلبو عيني خرجو من بلاصو وحمارو لحد الان ما عرفش ليش كيحس هكا ليش كيدير هكا واش غي اعجاب جمالها وصافي ولا شي حاجه اخرى روان واخا جدي الجد دخلوا للمكتب وتفاهموا قال بغي بغا ينوض يبوس راس على هاد المبادرة دخل المكتب هي كانت متوترة وكان متشوق أنو يشوفها حيدات النقاب والليسام وشعرها طاح على ظهرها رضا بقا غير حال فمو في الشي قدام كل شي فيها زوين روان قلبها كيضرب بالشهد كتوتر من شي حد كيبقا يشوف فيها بزاف خصوصا إلا راجل قرب رضا لعندها خدا يديها وباسها مالك نتيا سعداتي بيك فكاتي يديها منه شكرا يلا نخرجو انا ده الزربان لا مازال ما بس منك هي لما ما تردات الغطاء ولسان وخرجات هو الحقه هارون كان ذاك اللحظات على اعصابه حتى شافو مجيد شاف رضا هي كل روان بعيني وحس براسو ولا كيكرهو ما بغاش يشوفها ناض وخرج مشى الشقة شقه المعلومه حتى انه بات فيها هاد الليله نهار جديد الجد هارون بات في الدار ودابا ما جاش الغدا الجده خليه على راحتو الحاج دابا خاصو يمشي معنا ماشي مشكل نمشيو غير حنا شوف شحال غاديين بينا جا دوار الراجل صاحبي من الصغر وعرضنا كامل المزرعه ما المزرعه ديالو راه غزاله بعد ما يقول احلام اه جدي نمشيو جد باش حتى راه وين تبدل الجو احلى بيت يتخنزر فيها راه ولا جدي غير خليني في الدار عيانه ما فيها اللي يمشي حالا بغيتك نمشي نفوجو راه المره الجايه ان شاء الله ولا ما قاده جد صافي في فرحته نوضو وجدو باش نمشيو ما شي وجد راسو ودعو روان وخرج مشى للمزرعه روان طلعت نساس بعد ما شربت هو وكان مازال عندها يلا فاق دخل الحمام دوش البسالي وخرج للصاله عمر كاس ديال الويسكي وبدا كيشرب يتجلس حدا في مالك هارون مماليش؟ كتشرب غير الا كنتي فرحان او معصب ما معصب ضرب الكاس مع الارض وزلع ماشي يسوقك فدوى صافى غير قد جمعت داكشي وجبت له كاس اخر شربو وزاد ثاني ثالث الرابع تسكر مزيان رجعت دخل معاه على البيت يلا غي نسل ديالو وتسكيت تفكر رهوان بلا غادي يتزوجها واحد اخر بعد بزاف خرج لبس حوايجو خلها مصدومه مشى للفيلا دخل ما شي حد حتى الخدامه تنحسو طلع في المصعد لبيتها بقى واقف حدا الباب متردد بغي بغي يشوفها هي ضربات على راسها مازال دارها لا شربات الدواء ثاني جلسات فوق الناموسيه شويه تشوفوا داخل قلبها كان غادي يخرج من بلاصتو اش كيدير هنا في هاد الليل ارول شافها قال سبح شي ملاك تاكل شوف ديك اللحظه تمنى غير يبقى يشوفها ديما وهي غير ليه بوحدو حتى باش تغدي راسها ولكن شدها وقربها لعندو عنقها كتحاول تسكر منه ولكن كان قوى منها مثبتها مزيان قرب لشعرها وشمو قلب الودنيا شنو درتي ليا بدات كتبكي خايفة منو أول مرة غادي طيح في الموقف تمنى الأرض تشق وتبلها ما عرفات لاش كيدير هكا المشكلة ما تحرك مخلياش بحال ليلى خايفة خايفة تهرب كيتفكر فريضة فريضة كتزيد كتشعل فيه العافية في قلبه حتى رجع بعد عليه شوية وشدها من دراعها نتي ليا راه وانا كتبكي غيقتلها الخوف بحد مني هافاك هو ولا كيشوفها غير هي كيحس براسو صافي غدي غادي يحماق كيقرب لعندها وهي كتقاوم ولكن مع الاسف القوه ديالها كانت قليله قدام القوه ديالو واغتصبها بالسيف عليها كان ناس ديال شي حد هز راسو شافها جالسه في الارض وعنق رجليها وكتبكي شاف راسو هو فين تفكر اللي وقع هذا باغي يدير هكاك ولكن الشراب كان لا بالي البس عليه وقرب ليها ما شنو غادي يقول ليها ولا شنو غادي يدير نزل المستوى وهي ترجع للور كترجع هارون ما عرفتش كي وقع هادشي كنت الصدمة ما تحكمتش في راسي زادت في المكان كيشوف فيها بحال شي بنت صغيره كيحسب كي ضر قلبو عليها كيفاش قدر يهديها ويبكيها شويه هو يصوني التليفون هزو كان رضا هارون ويجاب يجاوب رضا زادت في المكان ملي تفكرها رضا اش تقول لهم هادشي شويه هو يوصل الميساج قراه كان رضا كيقول راه في الليل غادي يجي باش يطمئن عليها تشوش ملي ما كانش كتجاوب عيل بال ما كمل قرا الميساج حتى سمعت الدقال في الباب يلا تخيفه وكتبكي هارون مشى وسد لها فما راه وانا حيدات له يدي مني ما تقيسنيش راه ما بغاش يدخل بلا اذن إدل... ديالها روان واش انت هنا حاولت يكون صوتها عادي اه راني في الدوش اه واخا جيت غير نشوف كي دايره مشي دابا للشركه يلا تهلاي في راسك شكرا مشى قصص في الارض كتبكي شنو درت ليك حرام عليك الله ياخذ فيك الحق حنا عندها يحاول انه يعنقها سمحي لي غنصلح كل شيء غنصلح كل شيء غير بعد غير بعد غير مني راه كنكرهك عمري كرهت شي حد في حياتي بحال هاد اللحظه خرج عليا نشوفك لا ماشي ما يكمل عليها كره راسو ماشي هكا اخر حاجه يديرها ولا يفكر انه يديرها هي على شي بنت خرج دخلات هي كرهت لحمها وداتها كلها كتحس مصخة كتحسب براسها وحده رخيصه ما صراحه والو بقات كتحك في ذاتها حتى كيقرب يزيد الدم طاحت على ركبها كتبكي على راسها اعوام وهي محافظه على نفسها محافظه على شرفها حتى جا واحد فر عين ودمرها خرجت من الحمام لبسات عليها شافت الساعه كانت 9 الصباح بغات شي حاجه اللي تبرد عليها وتصبرها تفكرات صلاة دخلات صندات وخرجت لبسات حوايج صلاة وصلت كتبكي وتصلي تبكي وتطلب الله يعاونها ويسمح لها ربي الوحيد اللي يقدر يعاونها في اللحظه سالات ونات البيت قامت كل شيء كان فقدنا موسى بغات حتى شي حاجه تفكرها فيه ما حتى هذا البيت تبدلو وتخشات بلا صادات الحريه لدموعها حسن احساس اما هو دوش ولبس عليه وخرج بغا يدوز يشوفها غير رايه بغى يخرج من الدار كلها يمشي يهضر مع شي حد ما عنده غير صاحبه يلا يركب في طوموبيلتو هزي شوف ثلاثة طوموبيلات مالي الدرجة حالا نزلات مشات عند نقاتو باسو كان غير مشيتي معانا هارون كنت مشغول جد غادي الشركة لا لا مشي عند امين شوف عند الشركة يوسف سلم عليه و له يدوز عندنا يركبوا مشا طاير جدة الله يحفظه خاصو يقلل من هاد السرعة دخلو كلها بالدار حالا لو مريمني شان طلعو عند روان نلقو ودخلو القوانا حالا راه حبيبه الحبيبه الحبش هاتي هادي حلت بلاتي شويه عينيك من فوق عينيك لاباس راه ودارت للجهه الاخرى غير ما مزيان مريم وصافي خلات نعس يلا نخرجوا واخا يلا خرجوا وهي دموع نازل الحار من عينات من تكون ما كل كنت بقات غير في امريكا حسن لها، ليها عند هارون اللي كان مع صاحبه امين امين غلطي بزاف هارون المسكينه دابا ربي اللي علم بها البنت ملساز ما راه هادشي غيدمرها عارف عارف هادشي ما تزيدش كمل عليا امل عندك حل واحد شنو هو تزوج بها وسرها هارون تنهد اوف هادشي اللي خصو يوقع وفي اقرب فرصه قبل مريض يزيد يبغيها ويكبر الموضوع عارف هادشي صعيب ولكن هذا هو الحل هارون دابا نحلها يلا ها نخليك دابا صدعتك صاحبي امين راك خويا اي وقت انا معاك هارون علقو خرج مشى للشركه هو كيفكر كي غادي يدير تيحل هاد الحرير هادي دهز يومين روان ما كتخرج من البيت بحجه انها مريضه ما قادره تشوفنيهم في عينيهم بعد داكشي اللي وقع الجد في المكتب كيشوف شي وراق حتى شاف هارون داخل عنده حط الوراق وشاف فيه هارون جلس ما عرفش شنو غادي يقول منين غادي يبدا قول يا ولدي شنو بغيتي كاين شي حاجه هارون شجعه وشاف فيه جدي انا بغيت روان على سنه الله ورسوله الجد كيفاش كيف سمعتي من غيرها ما غاديش نتزوج جد الحد الان باقي مصدوم وعلاش ما قلتيهاش في الاول واه داكشي داز بالزربة دابا دير حل روان انا باغيها جد وقف متوتر وريدا واختوش اش غنديروا معاه واه اه وروان روان خلى عليا وريدا وحالا نشوف شنو ندير معاه المهم انا اللي كنعرف روان تكون مرتي من دابا اسبوع الجد ومالك مزروبش شنو واقع هارون والو الجد زعما كتبغيها سكت شويه ورجع جاوب اه الجد من الاول كان باغي له روان واخا احسن روان هارون انا غنهضر معاه بعدا لا لا غتحرجها هذا تكلف نتكلف انا شوف انا متاكد الا هضرت معاه انا غادي تبغي تشدو علاش متاكد حتى لهاد الدرجه وقف متاكد وصافي وصفت حنان ولا مريم الموعد سير عندها هارون واخا خرج مقالة لا لو لا والو مشى تقلبها وتخلقها مسكيه ساهيه شعرها مرمي على ما كناش انه يعلق في اللحظه ويواسيها حتى ذاك يقر <applause> روان لا تسمخلوها اش هنا خرج عليا ما تخافيش جيت غير نهضر معاك لا دغيا درت عليها الشال لا بغيت تسمع والو خرج عليا مشى شدها بالسيف وجلسها ويا كتبكي وكتنطس بعد مني كان كي خرج عليا شغي خليني نهضر انا غادي نصلح كل شيء روان شافت فيه وهي كتبكي دوك الشوفات كيخليو يصاف عينيها شافها كيفاش فايفها كيرشفو كيشوفو فيها ما عرفش شنو غادي يقول نض من حدا حيت لبقى كيشوف فيها غادي يرجع يتهور هارون شوفي غنزوجو غنحلو هاد المشكل لا ما يمكنش اخر حاجه نديرها راه هذا هو الحل الوحيد اروان تفضل نبقى بلا زواج ما بيك بك ولا الموت حسن هارون بدا كيتعصب وكيتحكم في راسو وشاد راسو بس راني دويت مع جدي وراه موافق بقيتي غنتي وانا ما موافقاش ليش نتزوج بواحد وحش بحالك كان كرهو انا غرجع لامريكا وتنساني اصلا ما كانش خاصني نجي كرهتوني في حياتي هذه غير اسبوع شوف شنو قال ليا هارون تعصب مزيان امريكا نسايها عليك والزواج راه غادي نتزوج بغيتي ولا كرهتي ولا الا بغيتي نعاود جدي شنو وقع هذه حاجه اخرى يقدر يمشي فيها بالفقصه ديك الساعات وغيزوجنا بالسيف عليك راه كتشوف بحق كان كرهك وكان كره النهار اللي شفتك فيه واللي جيت فيه لهنا هارون لحد الان راني صابر حيت عارف راسي غلط ولكن الصبر ليه حدود دابا جاوبي بصحت دموها بشرط شنو هو دوزو دو شويه الوقت ونطلقو تنساني عليك اهم الاكثر نساني ونساك هارون واخا دابا يلا نهبطو باش نردو على جدي انا, أنا وار فيه سبقني هبط لبسات علي الخيمار مع الليسام بعد ما مسحات وجهها حطات ودخلت للبيرو جلسات وهي كترجف جا تقرب ليها اللي نطوله ونقصروه شنو بان لك في داكشي اللي قال هارون روان قلبها كيهضرب شاف سهارون هارون هي كارها موافقه الجد بساس الله يكمل بالخير من الاول كنت باغي كلهارون ساعه كنت متردد روان نقدر نمشي الجد في على انها معنا اه سيري بنتي سي. مشاتني شال بيسا وهي كتبكي على باكي ولات جد دبا خاصني شنو ندير مع رضا واحلام هارون هو خارج تكلم بهم يلا انا مشيت شنو كيف شنو هو غادي يدير عرف ان هذا الشيء غادي يجرح احفاده بزاف مشاعر الجده هي اللي تعاونه تعاونو وحكى ليها وقع الجده هارون ديما كيدير غير لي فراسو دابا اش غادي نديرو الجده والله الا حرت حرت والله او كيفكروا الجده نقول لهم كتبغيه وكيبغيها الجده يقول لك علاش لعبنا بمشاعرهم وما كانوش متاكدين حتى لاخر لحظه اصلا مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق مازال ما وصلنا لذاك الشيء المغيان دغيا غينساو نسى نزيد نجمعهم ونقول لهم اللي كاين الجد واخا صفت الخدامه اللي عندهم عيطت لهم بربعه للمكتب وفي خمسة دقائق كانوا مجموعين احلام حفاكة كجدتي راحت كان وجد راسي زيد زيد اسل شويه الخطوبه رضا انا راه واجد في اي لحظه الجد ضرو خاطرو على ولكن خاصو يتشجع وقف كي كتعرفوا الزواج راه غير المكاسب والنصيب وما كتديو غير اللي كتبوا لكم الله كل شيء كيشوف فيه باش يكمل ما كلكم اعزاز وحفيدي الغاليين ولكن وقع واحد صغير روان وهارون كيبغوا بعضياتهم احلام وريضه مصدومين بدا يوقف جدي اش كتقول حتى يدو على كتافو عارف هادشي غيصدمكم ولكن ما بغيناش نرتاكبوا غلط اكثر من هذا تعيشوا بربعه بعد دبي حيت واحد فيكم قلبه عند الاخر واحد ما غيعيش مرتاح اللهم نحبسوا هادشي انا دابا يضرب فوق البيرو دابا انا واختي لعبة عندكم ولا شنو كتساليو فوقاش ما بغيتو احلى مغي كتبكي كتحس بقلبها كيتقطع حتى فرحات انها غتدي لي كتبغي وتقلب داكشي الشيء من الصغر وهي كتبغي كتحلم فوقاش شدي هو الواحد الوحيد اللي كان معمر لها عينيا كتغير عليه من نسمه الهواء كلشي كتغير عليه منه رضا ولا بحال شي حمق كيغوت وتا انا جديدة <applause> جدي اللي بغا هارون اللي بغا هارون هي اللي تكون وصلت بك تعطيه البنت اللي بغيتو تحرق قلبي وقلب اختي شنو دربنا راه غير شافت احلام كتبكي بدات كتبكي حتى هي عمرها كانت كتصور غير شي حد بسببها وتجرح قلب شي حد خصوصا بنت كرهات توقف هادشي الشيء كله تمشي بحالها رضا شاف اختو كتبكي ذات الشعل انت يا لاله راه دايره فيها الصلاه والعباده الساعه انت غير مخبيه في داك الخمار غير حيدي حسن لك بنتي على حقيقتك هارون واش نقالي لسانك نقطعو واللي تجبت على فمك رضا ومازال كتهضر ولد عمي العزيز اخويا وصاحبي اللي غدرني هارون غمض عيني رخا منه بصح عنده الحق هو غدر بيه رضا لا اجي ضربني ولكن ضربك كيف والو على ضربتك اللي في قلبي شوف اختي شنو ها ما ترضاهاش لختك ياك ورضيتيها لختي احلام لات عند هارون شدات له في يدي وكاتبك هافاك هارون ما تخلينيش كنبغيك الموتي خليتيني رضا حاسة حس بجريه مازال شاده في يديه وزيدي يا اختي ما يسهلوش ما تدلّيش راسك احلام ما بغاش تطلق منه هارون ما تخلينيش عافاك هارون ما بقى ما يقول سالو صرت ولا برجلها لها ليها من المنظر شدات في البيرو وهي كتبكي رضا جرها بالشاد حتى تلقات من هارون وسكتات نسايها عليك واش ما فيشك ما فكش النفس اختي اللي ما بغيناش ما حنا ما كنبغيوش وكيعنق فيها احلام مع الاخوه ولكن انا كنبغي اخويا طريدة دابا تنساه يلا 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 نمشيو احلى شاف في وهارون الله ياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق بزوج وخرجت مع خوها هارون طاحت الارض كتبكي ما بغاتش هادشي يوقع هارون حنا لعندها ما تبكيش بعدا زالي بعد مني جدة كتحاول تمسح لها الدموع دابا ينساو مع الوقت الجد لا حول ولا قوة الا بالله روان لا طلعت البيت كتبكي هي اليوم جرحات زوج ديال القلوب والثالث اللي هو قلبها عند احلام مريضه جاب بلختو الدواء باش تنعس ترتاح هو الوحيد اللي غيقدر غي يريحها على الاقل غير هاد الليله بدو شرباته شرباتو خويا ما نستاهلش هادشي اللي وقع عارف اختي عارف بقات كتبكي حتى دات عيني على حساس اريد غطا جلس في الجرده بغي ما هو مدمر كان باغيها باغي يبني حياة معاها ما حسش بالدمعه اللي نزلت من عينو تفكر اختو شحال كتعذب كل شي عارفة شحال كتبغي كتمنى غا كنت مخدمهاش كتمنى بدك كانت غادي تنسى بزاف الحوايج كتفكر هارون اللي كان كيعتبر خوه عم توقع منه حس بشي يد سافو كان جدو رضا رجع مسح عيني وشاف جدو صافي كون هاني سالينا الجد اولدي لمصلحتكم صافي مصيرنا صافي نسام الله يرضي عليك اولدي أحلى راسو مسكت جد خود خصك وسافر باش تنساو شوية أصلا داكشي اللي غندير غنخلي شخصي تحماق بعد مرور شهر هارون و روان زوجو روان دير العرس داكشي بيناتهم هارون مورا الزواج سافر على قبل الشركة لفرنسا باش يقد أفكارو كلشي جاتو الصدمة ومن بعد تأقلمو مع الوضع وخا شي مشاكل ولكن الوقت كينسي أحلام وريدة سافروا لألمانيا روان كانت في صالة كتفرج حنان جالسة نهار اليوم راجع قالها لك راه ما, ما بغاتش يرجع طول هاد المده ما هضرتش معاه واخا كيصوني كتقطع عليه اه قالها ليا بحال الغمزات ايوا نوضي واش راسك غير وحشك راه وانا ما تبين ما عندي لاش نوجد راسي يضحك ضحك بغيتي تقولي عجبها كيف ما كنتي اختي بصح غزاله تبارك الله روان وانا البيت للبيت ترتاح شويه نهار ارتاحي حيت محال اليوم غادي ترتاحي انا وانضربت من المخدة وطلعت البيت لي لي خبي اخي شنتات علي شدات عليه وبدات كتبكي شدات في كرشها يا ربي اسمح لي على هادشي يا ربي اول دال ما غندير في حياتي ولكن انا ما بغيتش الولد يتساد في هاد الظروف غير غيتعذب انا ما خاصني حاجه تربطني به خاصني قبل ما يجي طيحو بصحات دموها وطلعت فوق النواسيه كتنقص بالشادو تطلع وكتنقص كتعاود الثالثه الرابعه بدات كتحس بالحريق ولات كلها عرقانه رجعت طلعت كتنقص ثاني غير نقزات طاحت في الارض عطات يديها باش ما تغوتش بالحريق اللي كان بزاف حسات بالدم بدا هابط مع حريقه اللي يغسلها كتعاط على يديها حتى سال الدم بقات شي نص ساعه في الارض كتوجع داتها الترخات نات بصعوبه دخلت الحمام حيدات حوايجها كدوش بالماء سخون شافت في الماء مخلط بالدم شي طرافي بحال اللحم كان ولدها هابط في القادوس بقات كتبكي بالجهد وكتضرب في راسها وكتندب كرهات حياتها وراسها وكل شيء بقات مده في الحمام كتبكي خرجات ولبسات علاوية كتحس براسها تخفانه وكل شيء فشل عليها والحريق اللي في كرشها زاد كمل حلات مسحات داك الدم لي في, في الارض بصعوبه زاد حوايجها دارتو في ميكا ودارتو في الزبل حشاكم وشربت دواء الحريق وتخشات باللحظة العصا ولا لازم سوايع حتى حسات, حسات بشي حد طحات يد في جبهتها شافت فيه كان هارون بغات تنوض مقدراتش الجسم ديالها ما طوعاش بحال هكا كل شيء كيضرها كتحس بالسخانه بحال الا راها فوق العافيه بقات بكلمه واحدة وغابت كرهك ارون خاف عليها بقى كيضرب في وجهها كيضرب كي لها في وجهها كيحاول انه يفيق فيقه فتالي هزاو الطبيب للطبيب مده قصيره وصلوا قبل ما يزلو غطاها بشالها وخمارها كان هز قبل ما يخرج باش ما يشوف احد دخلها ودغيا طاروا بها دخلوها للغرفة كيف حصل الطبيب بقى جالس على برا كيتسنى دازت تقريبا نص ساعه ويخرج الطبيب هارون مالها المدام كانت حامله ياك هارون تصدم كيفاش سمعتي المدام كانت حامله وطيحات يمكن طاح ولا شي حاجه دابا قدرنا نوقفوا النزيف ونزلوا حرارتها خاصه ترتاح قدرت نديها للدار اه ولكن حتى تفيق دخل عندها كانت ناعسة حطيتو على كرشها كانت حاملة بولدو كان غيولي أب لحد الآن ما عرفش راه هي اللي طيحاتو بقا كيلعب لها شعرها ساهي فيها كيشوف كل تفاصيل وتفاصيل وجهها شوية حلت عينا لقاتو قدامها بعدات لي يدي اش كدير هنا كنت عيانة وأنا نجيبك قال لي مزيانة صافي غير رجعني للدار واخا شفت بونجى مدة وجا هي دغيا تغطات تلتمات فحسها لقاها مزيانة قدري تخرجي وربي يعوضكم أسلموا لي على الحاج هارون إن شاء الله لا غطاها خرجها واتبعها كانت كتمشى غير شوية الحريق ما زال في كرشها شوية ركبه في الطموبيل وحرك غادي كي يجري كاملة هارون وعيني على الطريق علاش ما قلت ليش بلي كنتي حاملة ما بغيتش ماشي سوقك هارون بدا كيتعصب واخا كيوقع حتى طاح الولد قد ساكته نزلت مع خارة على هي كتعذب من الداخل بغاتو حتى هو يتعذب انا اللي طيحتو قتلتو حيت ما بغيت شي حاجه كتربطني بك حيت كنكرهك هارون فرينا بجد دور الطوموبيل بطريقه خطيره وقف جنب محصب قلبها مشى وجا شافت فيه هي مخلوعه واش تصطيتي بغيت تقتلنا شد لها في دراعها وزهير عليها وجرى لعندو شنو درتي مع من تشاورتي هذاك راه ولدي انا بغيتي تعرفي كيف درت طيحتو طلعت فوق الناموسية بقيت كنقص حتى طاح بحال لا عمرو كان هارون كسي على كان غادي بسرعة حتى وصلو نزلو جدا من يداه وجرها كلشي كان ناعس الله البيت سد الباب أربعة فوق الناموسية حسات بالوجع غيقطعها في كرشها حتى يدها عليها زيرات عليها قرب لعندها حيد داك الغطاء ولتام شدها من شعرها كيفاش قدرت ديريها شنو ذنبو هو واش واش بغات تحمقيني قلبك قاصح حتى اه من نهار تعديتي عليا قلبي كملات بالانجليش كان كان هكا عمري يسمح ليك وما ندمتش حتى يحسو انا بغى يضربها وهي جبه يدي منها خاف يضربها بقى يضرب في الحيط ولي لقاها حدا كيهرسها بالاحصاب كلها بردها في الاساس هي غير كتشوف فيه ومعصب بغاتو يزيد يسعد اكثر من هكا وفي التالي رجع رجع خرج وسد الباب بالجهد بقات كتشوف داكشي رجعت بدلات عليها وتخطات وخرجت بشات لبيتها تخشات بلاصه ونعسات هو ركب في الطوموبيل ومشى عند فدوى اللي كتناه تاع حتى دخل عندها البيت حيد على ليزر هارون فيقي حلات عيلا تسرات بالزربه مخلوعه هارون مالك جرمني يديها وخرج للصاله وجلس جبني كاس مشات جابت له كاس الويسكي دار فيه الثلج بدأت ليه هبط عليها بطه واحدة ولا مدو ليها جابت القرعه والثلج حطاتهم فوق الطبله وعمرات له وعطاته جلسات حدا بقات كتشوف فيه مالك هارون بقاش عاجبني حالك شنو واقع شفاه وكي هو كيشرب ورجع حطو والو زاد قربات حدا مرتاحش مع مرات ولا شنو كتقلق ياك شدها من وجهها صير عليها شويه ويهرسها اخر مره جبت عليها في راه والله سلقتلك ورجع رخا منها فدوى خفت منه صافي واخا قربت لي خدات الكاس من يدي انا غنسيك حياتي اصبحنا واصبح الملك لله فاق القلاس عند فدوى في دارها خرج مباشره مشى للفيلا طلع البيت ولقاه كيف ما خلاه عرفه راه مشات في بيتها مشى عندها مباشره لقاها كتصلي صنع حتى سالات صلاة اخر مره تنعس في بيت اخر خنزلت فيه وعلاش بالسلامه ما حساب ليك مزوجين بصح ما تخليليش نسيف عليك ونوريك الوجه الاخر هادشي كله عاد غتوريني وجه اخر علاه يزيد كثر دابا انا غير هضرت وحدرتك يوقع لي وقع ما تنعسيش بيت اخر على ما توجد دارنا روان شمن دار قررت نعيش في دار بوحدنا لا لا غي خلينا هنا انا مرتاحة انا ما كانت شاور انا غي كان علمك خرج وخلها مع الصبع ربط عند الخدامات قال لهم البيت وهي مازال عيانة قلت كانت الناموسية شدت القرآن كانت لسحت الجد فوقاش شدت وجد الدار هارون غدا تكون واجدة شهر كامل وما كيقادوها الجد كنت بغيت نبقاو مجموعين ولدي الجد آه ما ولكن احلى مريضة غير جوع ما خاص نصدع هارون خليكم انا غادي للشركه ابهارون هارون الله يرضي داز نهار عادي روان قررت تبقى مع سامي يمكن بقى يتحكم فيها جا الليل شربت الدوا من بعد ما خرجت من عند حنان ومريم اللي غير كي كيسولو فيها مالك ناسا أنا بقات غير كتخربق عليهم حتى خرجو هارون رجع للدار عيان كان نهار غير دالاجتماعات طلع البيت عاود ملقاهاش راه قاصح مش عندها البيت لقاها ناعسة غير بشوية وديها تتلقى حنان حنان كتهضر غير بشويه وكتضحك يخلي لي الرومانسيه تاس وتخلي البيت تحطها فوق الناموسيه غطاها ودخل ندوش لبس عليه ولا تخشى حداها قربها لعندو عند وناس ونعس جا الصباح احلام وريدة رجعوا كانوا كيسلموا على مامي الدار شي ما وهي كتعنق خليتي بلاصتك توحشتك احلام حتى انا مريم مع اختها نورتي الدار اختي مرحبا بك احلام شكرا اختي دخلوا لداخل وجلسوا كلشي كيشوف فيها احلام مالكم كتشوفوا راه نسينا كلشي عادي رضا اه بصح انا اختي خوينا دماغنا فهاد الشر بقينا نعيشو حياتنا بحال لا ما وقع والو جد وهذا الشيء اللي بغينا الله يرضي عليكم احلام ورضا امين الفوق حلات عينيها لقات شي حد مع النقاب زير عليها علات عينيها كان هارون حيدات له يدي باش تنوض ويشدها في الغدا ارخي مني ما تقش تقيسني كيشوف فيها وابتسم ما تنوضي من الفراش كل ما يفيق راجلك مراتي العزيزه راه ولات عصبات شتك كعشتي الدور مزيان راه غير عام وغادي نساليو دارو المهم كتبقى مراتي فهمتي واخا تكون غير يومين راه بغات تخرج تاني غير رجع شدة بغيت نعوض ولدي اللي ضيعتيه ليا واش حماقيتي اه انتي ما سوقيش ما تشاورتيش معايا والعقاب هو هذا غتجيبي ليا ولد تاني. راه خافت ولات كلها كترجف اش انت انت كتقول بعد مني حفاك ها ما بقى كيشوفها كيف ما دارت كتبقى زوينه حتى هي مع ولا خايفة كتير وديك الرشفة ديالها كيفاش كتران؟ أرجع نقراوها من سلاف رجعي ليا ولدي بدات كتبكي عافاك بعد مني ما معاك حتى تعوضيني في ولدي دخل الحمام كيدوش خرج لقاها كتضفر في شعرها كيعجبو بزاف ريحتو زوينة ولونو الكحل اللي كيلمع هي شافت فيه ولا تهبطت راسها البس عليه اليوم غيجيو الخدامات يجمعو الحوايج باش نمشيو للدار جديدة راها واجدة مالك مزروب انا ما غنمشي لحتى بلاصه بالسيف عليك غتمشي ولا بغيتي غنهزك ثاني خنزرات فيه ودخلت الحمام وهبطلت لتحت شاف احلام مريضه جالسين وكل شيء مجموع عليهم هارون صباح الخير كل شيء صباح النور على سلامة احلام شافت فيه الله يسلمك يلا انا غادي للشركه ام هارون واكلت غير فطرت بعدا لا لا خصها الشركة. للشركه حالا خويا روان بقى ناعسه لا راه راه فايقه خرج احلام شويه وتاكلوا بعينها هي قررت نساقم منه هي وأخوها تبقوا على خطه باغيين ينفذوها راه اللبسة لبسات ليها بغات تهبط لتحت تجلس مع البنات شويه هبطات للصاله ما لقات حتى شي حد سولات الخدامه قالت لها مريم محانا نخرجوا قررت تجلس في الجرده خرجت غيب شويه حيت بكل خطوه كتخطيها كرشها كضرها هي كالعاده مشات لجهه الورد جلسات في ديك الكليسه شويه بشي حد وقف حداها كان حنا طراسة بغات تمشي و يجي قدامها حبس لها الطريق شنو زعما وليتي مرة الراجل حيد عافاك بغيت ندوز قطع وردة و سيري قوالها الطريق مشات و ما يديته ديديه ليام بيناتنا دخلت للدار وقلبها قلبها حلقة لقات شيماء وأحلام في الصالة ندمات حيت كاع أحلام أختي شيماء ملي تخطبي حدي راجلك مزيان قبل لا يديوه لك راه كترو الحريميات شيماء ويه قال لك كيتخبع مور الحجاب ما بقات ثيقه تفو انا وين بديك الهضره بغات تغبر من قدامه ندمات على الهبط ديالها بقات اقرب بلاصه هي الكوزينه دخلت ليها شافوها الخدامات الخدامه بغيتي شي حاجه لا لا لك تفطري لا غير شي كاس الماء عمرت ليها الماء شرباتو وخرجات ما شافتش سمعتهم سمعات كي كيضحكوا طلعت في المصعد للبيت شدات عليها حيدات داك التام والغطا كتحس براسها غادي تطرطق هزات التليفون وعيطات لها غير جاوبها هارون الو روان قد ساكسه روان ماك ساكسه بصوت شويه باكي فوقاش غنمشيو للدار تفاجأ من صوتها واش قلقك شي حد شنو روان كانت في دموعها لا ما قلقني حتى حد غير بغيت نمشي من هنا صافي انا شويه ونكون عندك حدك داكشي اللي في يديا مشى لعندها تخلق خصو احلام جالسين ما دهاش فيهم وعيط للخدامه جات كتجري اجي جمعي الشوان تهبطي الشيفاري يوصلهم للدار الخدامه واخا طلع دخل البيت خلى الخادمة واقفة كتسنى برا سد الباب راه جالسة فوق الفوطي جاها جلس حداها مالك كنتي كتبكي ياك لا لا غير شوية عيانة قلب ليها جباتها ديك الطبيب قسم من حداها بغات شي قيصة لا غير خلينا نمشيو بحالنا واخا الخادمة دخلات بدات كتجمع في الشوارط مخلات والو ديالهم سالات وهبطاتهم بعد ما كلفها كل هارون تبقى معاهم في الدار ساعة ولا راهو لبسات عليها يلا خلينا نمشيو غارون يلا اتصلوا على كل شي احلام كانت غتطر تقمي شافته غادي نبسوش ركبوا في الطوموبيل وترك كلها ساكتين حتى وصلوا ما حسيتش براسه حليها الباب باش تنزل شافت فيه ونزلات على تراسه تشوف الدار كانت فيلا صغيره يلا زيدي ندخلوا لحقاتو دخلوا شافت جرده صغيره وفيها بيسين وجلسه حدا زوينه وكلها ورد دارت للجهة الاخرى شافت بحال شي بيت كبير نصف ازاج ما عرفتش ديالاش دخلوا للدار داخل عجباتها كانوا ثلاثه الصالونات واحد كيطل على الاخر فرشين فلاش مغربي واحد اوروبي رومي بطريقه زوينه كان مزيج بين اللون الذهبي المارون والصالون الرومي بالحمر والكحل وعاد بلاصه فيها الطبله طويله دايرين بها الكراسه هي جلسات وشافت مالك على حالك غير غي دار بركه هارون وفين غيلعب ولدي بغيتو يلقى راحته راه الخنزرات فيه هو كيبساس ملي في البيت بغات نرتاح طلعها وراها البيت دخلاتو ورجعت دخل معها غسل البيت مالك سبعين هارون ويسد الباب بيتنا بزوج لا بغيت بيتي بوحدي عافاك خرج لك شي بيز. على بيت العام. مراسي. سعب على ما يتسالى العام غتبقي مراتي بغا نتعامل على هذا الاساس كزوجه فهمتي هذه اللي عمرها تكون عمرين عام كذا واش حيت غير فكره انك راجلي كتحس بني قرب لعندها ودار يدو مرا ظهرها ما يهمش شكون ولا ما باغاش اللي كيهم شنو اللي بغيت انا وداكشي اللي درتي راه ما ناسيش على يعني ما صبري وغادي نتفاهموا في قضيه الولدة مرتي العزيزه بس لها راسة وطلق منها هي بقات غير كتمسح البلاصه ديال البوسه غير كتحلم ما تبقاش تقيسني كنكرهك خرج غادي خارج دابا نشوفو بسلامه مراتي العزيزه عصبها كي يعرف يستفزها قلت فوق النموسي حساس بالحريق خاصش تحسب بتلات عليها وبتلات لتحت أول مرة تكون مرتاحة ومغطيهاش خدات راحتها دخلت الكوزينة بغات تاكل جاهز الجوع قالت الخدامة كتستف شي ألواني مادام بغيتي شي حاجة أه فيا الجوع وجدي شي حاجة هي اللولة دازت نص ساعة كانت واجدة الماكلة حطات عليها بدات كتاكل حتى, حتى شبعات ثم غدا شكرا طلعت هذا دخلت الحمام دوشات خرجات كتنسف شعرها بسوشوا حلت البلاكاج بدات نص نصكم تحساني كحل والفوق ابيض طويله شويه من تحت الركبه شعرها دارت لوضفيرة زوينه عرفات تقادها بدات خصلات من شعرها على وجهها وردت الضفيره لقدام ولبسات صباط بلاك حل شافت راسها في المرايا مرايا عجبها راسها هزات تليفون وبدات لتحت خرجات للجرده كتكتشفها تمشات فيها على راحتها كتسارى كلها كل شويه كتوقف كتاخد سيلفي كتمشي حتى وصلت لحدها واحد البيت كله زاج حلاته ودخلات عجبها كان فيه لا بيسين كبير غير هذاك اللي على برا داروه باش لبغاو يعوموا في البرد كان فيه بحال كوزينه صغيره مفتوحه في غير داكشي المشروبات و... وماكله خفيفه وفي الجنب الالات الرياضه بانواعها وعاد الحمامات المهم عجب هذاك الشي اصلا هي كيعجباتهم بقات كدور تماك ورجعت للدار دخلت الكوزينه أخذت ليها عصير وخرجت للصاله شعلت التيفي وبقات كتفرج تفكرت صاحبتها سناء عيطت لها بالكاميرا دري جاوبتها سناء بالانجلش حبيبتي توحشتك غير تزوجتي سي نسيتيني روان حتى لا لا راه ما نسيتك كنت مشغوله شويه سناء كتغمزها اه ما حبيب القلب وخليك تفكري شي حد خور روان في دماغ لا في دماغها لا يوريك عفريته ايوا والو راني مع جون ها هو كيسلم حيد الكاميرا دوزو لك ولكن هي بقات كتشوفهم جون بالانجليش روان شو غبرتي جون خويا لاباس الحمد لله ونتي؟ تا انا بخير بروك الزواج تمنى لك حياه سعيده شكرا عقباليكم قريب ولكن بغينا نديرو عرس في المغرب روان اه ما كاين من العرس المغربي بقاو كيهضروا هارون كان راجع من الخدمه جاب، باش يخرجها تشري داكشي اللي خاصها حل وهي سمعها كتهضر مع شي حد مركز كتقول سمع صوت راجل مشى يطير، خدا ليها من يدها التليفون شاف جون تعصب هي ولات خداتو من روان روان كان جون باقي كيهضر انا ندوز لك سنه تهضر معاك سنه روان حبيبه حلي الكاميرا نشوف جون راه مشى راه بقى كيشوف كي فيها باغي يعرف شكون هذاك يفهمات شنو بغى يعرف حلات الكاميرا روان ها هو هارون بغى يسلم عليك دورت ليه الكاميرا سناء سلام خويا هارون برك الزواج هارون تلبك معرف ما, ما يقول الله يبارك فيك شكرا سناء كنت بغيت نجي انا مخاطبي جون ساعه ما كتبش جون اجي سلم على راجل روان جو بارك لي كملت الهضره معاه قطعات شافت فيه روان علاش فكيتي التليفون من يدي هارون جلس بغيت مراتي والحقين نعرف ما ملي كتهضر روان كتهز في بطريقه عافيه وكتحرك بحال شي بنت صغيره انا ماشي مراتك ما فهمها بعد مني قلت الله يهبط فيها كيفاش لابسه اول مره يشوفها بعد اللبس هكذا جات الكسوه هي هذيك جسمها مرسوم عليها اول مره غيشوفها بهذا الشكل بحال الشعر كحل المدفور القدام عينها ربا اللي كي كيبريو كان شكلها زوين واخا بلا مكياج توترات من نظرات ديالو مالك علاش كتشوفيها هكا حيت نتي زوينه بقات كترجف غير بوحدها كتحاول تهبط ديك الكسوه وخيرها هابطه هارون كيبتسم كتحشمي يا مراتي العزيزه راه واني كتحاول ما تبينش وعلاش غنحسم اصلا على الجاي دابا كتجي حتى الليل قفو شدها جيت نشوف مراتي راه وان قلبها شو في؟ فيه كيفاش قريب ليها ما مخليهاش الفرصه في التنفس؟ ها أه. شنو يلا طلق مني رخي مني كيزيد يزير عليها بغيتش. بغيت مراتي هي شهقات مخرجه في عينها بعد مني ما يمكنش داك عليها على بجد تلقى خفتي طلعي طلعي دي راسك نخرج نشري شي حوايج ملي غنبغيك ما غنتشاورش معاك قعدت كتجري وحاضيها مبتسم غي دخلت البيت بس كتنفس بشد عاد آه، رجعت فيها الروح غادي يحمقها مسكينه بقات ربع ساعه وهي واقفه من بعد لبسات عليها غطات شعرها وهبطات هزلتها في ايديها هارون كان واقف كيلعب في التليفون هز راسو تمشي بوجهك هكا فين خزلت فيه, فيه وقدات لسام على وجهها هارون حل الباب خرج ويا سبعات في الطوموبيل مشاو للمول دخل المحلات بقات كتشري في الحوايج اللي خاصها صباب تكسيوات كيتماس بيجامات المهم كل شي اللي احتاجته حتى لي زاكسسوار تلاقى شي صاحبه بقى كيهضر معاه شاف محل ديال ديال البيكيني ودخلات شرات زوج ديال المايو في الغوز مايو كحل نمر وخرجات يلا وقفات حداه وصاحبه مشى هارون بغيتي شي حاجه اخرى لا لا صافي ما بغيتش هارون انا بغيت جرامني دا ودخل المحل ديال ديال الالبسه النسائيه لي سوفيتمون بقات غير كتشوف فيه بغات تخرج واش داز شي ربعه ديال لي ساميج دونوي شي كريمات ديال ديال الجسم خلصهم اخرج روان غير كتحلم حلم حلم نلبس لك انا هذا الشيء غير نكون هانيه غادي تلبسي ملي نبغي زاد حسبها راه ما غنلبسهمش يلا زيد ارون بدك كيضحك عليها مازال ما كتعرفينيش شحال راسي قاصح دابا زيدي ناكلو شي حاجه فبقاتو وها جاي لحقه شد لها في ايديا. من كي مزرو برا مع اللبسه مش لكنا خمني وزيدي راه فيا كل شي كيشوف فيهم بلا غادي ياكلو بعينهم هو اصلا زوين جلسوا في المطعم وطلبوا واش غادي ياكلو وشوي حط لهم الماكله بداو كياكلو كي حتى عينيه لقات واحد المجموعه البنات كيشوفوا فيه وشافين فين كتشوف لقاها كتشوف فيهم يبتسم باش تعرفي راسك معامل خنزرات فيه وهي ياخدوك غاب بعد مني سخيتي بيا عاد غنتخا بيك راه ما كنحملكش بس كنت مبغاش يطول في الهضره هي كانت كتهزل تام وكتاكل كانوا شي دراري كيشوفوا فيها شويه هو يسمع واحد فيهم كيقول ناري راه عند عندها صاحبي هارون نط مشى عنده شنق عليه شنو قلتي الولد خاف منه والو ما قلت والو ويضربوا واحد البونيه ني شال وجهه ورجع شنق عليه راه سمعتك مزيان هذيك راه مراتي ما نبغيش لي يشوف فيها ولا حتى يهضر عليها فهمتي راه ندبحك الولد بدا كيرجف صافي خويا اسمحلي لي عفاك جاو لي زاجون سيكوريتي في بنيتي مشى مسكين كيطير وصاحبو تابعينو خايفين لا يكمل بيهم واحد من لي من لي زاجون سيكوريتي سمح الناس سي هارون ما كانش عليك توسخ يدك حنا نتكلفو هارون تقاد بشغلي عيط للشيفور اللي دغيا جاهز داكشي اللي شراو راه كانت غير واقفه خايفه يتحصب عليها حتى هي كترجف طيب بوحدها مشاو شد ليها في يديها وجرحها معاه يغي ساكته دخلوا للمحل ديال المحجبات خدال عين اللي كيغطي حتى العين خلصه وخرج هارون هذا اللي غتبقى ديري هزت راسها واخا ولا شد لها في يديها وهبطو ركبو غاديين هي ساكسين شويه وهي فيها ماكلتيش مزيان اليوم دوزو للماكدو ناخذ شي حاجه هزت راسها بواخا مشاو للماكدو طلبو داكشي اللي بغا اونبورتي وركب في اللوطو روان حيت شهيت ايس كريم هارون وهي بزاف واخا هي الاولى نزل جاب لها ايس كريم خداتو فيه مشاو حدا البحر نزلو جلسو فوق واحد الحجر بداو كياكلو كي كل كالحال بدا كيظلام وصلت تمنية ونص بقاو كياكلو كي حتى سالات الماكلة بقاو جالسين ساكتين هي حياة حتى كرشها بدات كضرها راه نهار و صافي بغيت نمشي يلا بغات توقف و يشدها الوجع تحلات على كرشها وغوتات غوتات حي مشا لعندها مالك كرشي كضرني بزاف يلا 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 نديك للطبيب قفات لا بلاش بحيث تحركت بزاف نمشي للدار ونرتاح قادرة تمشي لا لا قادرة صافي سكتي دابا وصلها للطوموبيل حتى ودالها لها الصمتة اركب ونيشه للدار ورجع الزوت الله حتى البيت عاونها حكت حيد حوايجها دخلت البيت تبدل لبسات بيجامه وتخشات بلاصتها وجاب لها الدواء ونعسات دخل وش عليه ولبس عليه وتخشى حداها ونعس في دار الجد احلام صافي شي ما حاليا نعاونك فيها أريضا كي اتفقنا صافي الا ما خليتوش يتعذب وين سر راسه الارض ما يكونش رضا كيما لعب علينا غنلعب عليه غنلعب له بختو احلام لحد الان ما بردت ليش اخويا عنقه وصافي كوني هانيه دات سيمانه كل شي عادي روان وهارون موقع تجديد بيناتهم اليوم جايين عند روان يشوفوها يشوفو الدار كانت في الكوزينه كتشوف الخدامه شنو موجده لقات كلشي هو هذاك خرجات شافت راسها في المرايه اللي في الصاله كانت بقفيطين موافق سير شويه ما وصلش الارض بحال بلي غير فرجيلاتها قفطات من ليها وشعرها جمعاتو جميعها الفوق أردت نص القدام ونص جمعاتو اللور كتفات بماسكارا في عينيها مع شويه دلوس شويه سمعات الدقان في الباب عرفاتهم هما حلات الباب تلحت على حنان ومريم نقوها حيت وحشوها وسلمات على البقيه دخلوا جلساتهم في الصاله الجد فين هو روان؟ روان مازال ما جاب من الخدمه شفيه ويوصل، روان نوضو تشوفو الدار، نادو بقاو كي- كيتسارعو فيها، أحلام متستاهلش هادشي، شي ما كون غير ما جيتيش غتبقي غير تعصبي، أحلام لا خليني نشوف نيت، سلاو الدوران ورجعو كلسو، أم هارون غزاله الدار ناقصكم غير شي وليد يعمر عليكم الدار، وفي هاد اللحظة دخل هارون سمع شنو قالت، سلم عليهم شاف روان مساسم ورجع شاف فمو سمعت كتقولي شي حاجه الوالده اه ناقصكم غير شي وليد يعمر عليكم الدار روان دارت راسها ما كتسمعش هارون قريب ان شاء الله الجد اي والله يعطيكم شي درية صالحه روان نمشي نشوف داكشي فين وصل ونجي دخلت للكوزينه سبعة هارون شاف الخدامه باش تخرج فهمات وخرجات جا عندنا قا هكاك بغات تفك راسها منه ولكن هو دائما قوى منها الخير من دير راه غيدخل شي حد مراتي وحر فيها وفعصبتيني بعد مني فهاد اللحظة دخلات أحلام لي كانت بايدة تشوف شنو واقع في الكوزينة صدمات تمنات كل ما دخلاتش روان وشافتها هارون رخي مني شاف أحلام بعد بعد على روان ورجع أحلام بغيت بغيت الماء روان عمرت لها الماء داتو وليها أحلام بالغيرة ولات كي كي كترجف بدات يداوية هي كترعد بالسيب باش دات الكاس هبطات عليها فتا وحدة وخرجت مع الصبا من الكوزينة روان صافي هادشي اللي بغيتي هارون هو خارج مراسي سوق حد فيا طلع البيس دوش ولبس عليه وهبط جلس مع عائلته أراوان حتى سيارة والخدامه دواز اتاي والحلوى والعصير واتاي داكشي وجلسات والخدامه كتمد لهم وكتشربيهم هارون تشاو في الجرد احسن روان صافي نوجدوا الجلسه حنان ومريم حنا نعاونوك نضرب عاقة دول جلسة وجدو الطبلة دو كي حطو وجمع باش يتعشاو كان الجو زوين الجد ابن من هاد العجب معرفش شنو سميتو وانت ضحكات هي الاولى هارون الخدامة تجيبو لا لا نخليها انا نجيبو هارون ويقف جلسي نتي ولا دمشي للكوزينة احلام مشي للحمام ونشي تبعاتو للكوزينة دات راسها بغات تشرب هو كان واقف كيتسنى الخدامة كتحط ليه في, في ما مدهش فيها احلام شافت كاز العصير هزاتو خواتو عليه بلهاني احلام ويلي طلع عندها بقى كيشوف فيها وسخت حوايجي دار البروده انا لا شي حاجه من دروان طلع البيت دار لقاها جيه غير باش نبدل في البيت ما هاش حل البيت ودخل ودخلت حتى هي حل بلاكار هي دغيا هزات واحد الكسوه بها جديده بغات تلبسها خدها لها من يديها ديك الكسوه خسرها لروان بنفسه كتعجبو باغي يشوفها لابسها شوفي شي حاجه اخرى أحلام وهادي علاش أرى نهز كسبة في الزرق مغلوق بالدلع لبسي هادي دخلي البيت ديال تبدل خداتها منه بغا يبدل عليه تي شيرت ما مرتاحش فيه في اللبسه حيدو يلا بغا يلبس عليه وهي تخرج قربات لعندو عينيا غادي ياكلوه دار سعتاته بالدار ورجعت شعرها القدام سد ليها فاك السلسله استغرب من تصرفها بغي يفك راسو يلا غيبدا يطلع لف في السلسله تدخل شاف فيها دغيا حيد يديه أو بقات وصبت فيهم هو عريان من فوق ويظهر عريان وكيطلع لها سلسله احلام دارت في وجهها ابتسامه ويلي ما كتعرفيش الباب هارون وي خنزر فيها وهي تسكت راهوان المراه حبيبه حتى دابا خذوا راحتكم وسدت باب وخرجت هارون لبس عليه بالسربه وسبعه شد من يدها ملك الطيري مني النسل عندها ملك سباني ما يمشيش بالك بعيد راه غير بلا ما تفهمني شغلك هذاك اش يعني حياتك بغيتي اصلا حنا ما بيناتنا والو جرها لعندو ترك مراتي فهمتي ومازال غيكون بيناتنا شي حاجه وانا احلم ما كنا كندير والو خليني سنة. حدا وهي... حتى أحلم. بس خليني نمشي راه ما كيتسنى هبطات مشات للجردة وجلسات وجا وجلس حداها مده وهي وهي تجي حتى احلام فوجها ابتسامة باش تفقس روان روان كحزات باش ما يقيسهاش هارون هو زاد كحس عندها وشد لها في يديها الجده الله يخليكم بعدياتكم يا ولدي هارون امين يلا حنا نوض نمشيو ماشي مشى ومشي 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 الحال روان وين جلسوا بثوا مالكم مزروبين الجد لا لا نمشيو مره اخرى ان شاء الله يلا نوضوا جمعوا الوقفه كل شيء وقف روان حنان مريم بس عندي هاد الليله عفاكم حنان ومريم في دقه واحده اه نقاتوا الجدة دوزت تمشي وقال لك خليهم ياخذوا راحتهم هارون لا لا غير خليهم روان شويه حالا ايوا صافي يلا خليونا الباتو الجد باتو يلا وشوفوا بلاص ضاع وداك الضحك الباسل ها مريم حشومة عليك جدي بحالنا حنا باقيين صغار الجد حيت كان عرفكم يلا حنا غنمشيو احلام الا كانو هما غيباتو حنا نباتو شيماء اه جدي خلينا عافاك نجمعو هاد الليله الجد مالي انا هو مول الدار صافي جدي خليهم ما فيها باس الجده غير غيبرصطوك ما غيبات حتى شي حد زيدو قدامي راه وان واصا غادي تا هاد الليله غير سيرو ما غيبرسطو ايوا انت تعرفي جد ويلا نمشيو مشاو تسلموا عليهم احلى ما دخلوا لداخل بحال إلى الدار دارهم حالا بالناقص شي دابا مريم وهي احلى مختي وانا اللي كنعرفها راه وان واصا فاش تدخلوا ياك غير ليله دخلوا لداخل راه وان اجي للبيت نعطيكم شنو تلبسو طلعوا كاملين مع البيت حلات البلاكار وجبدات بيجامات ومداتهم ليهم احلام ما بغيتش هادي كان بغي نبقى خفيفه غير هاديك روان الغوز اه روان شافت فيها وحيت مهريا بزاف شرط النص الفخا ومن فوقي سميطات احلام ما بغيتش ما بغيتش روان هزاتها لا هاكي خديها داتهم البيت الاخر يبدل الحوايجهم ورجعت للبيت حيدات القفطان لبست بيجامه بيضاء سروال وتيشيرت فيها القلوبه بالموف وجبعت شعرها كنت شويه ويدخل يدخل لهارون شوف فيها كيف ما دهرت كتعجبو واللي لبساتو كيواتيها جا عاود عنقها من اللور هي كتحيد حيدلي في يديه واش ما كتفهمش ما تبقاش تقيسني ما مراتي من حقي نقيسك حبيبه ايوا راك عا عايش الدور وصافي قالو شنتها كيقربها لعندو هي كانت شويه وغادي تدخل فيه اه عايشه وعاج عايش من الدور عندك شي مانع انا وانا كان قريب ليها بزاف تفافات ما ما مع تقول اه شنو هارو قرب لعندها حكت تحاول تبعد ولكن وما كيخليش لها فين كتحس براسها صافي تزمط الزطونط ليه على رجلي ووالو حتى بعد على راحتو هارون مازال باغي كسر ولكن ماشي دابا حلات الباب وهربات قلبها حكاية استحمال خرجه كانوا خارجين من البيت حنان مالكي كتلهتي شافتيهم <applause> لا والو حنان كضحك آه قدي بعدا غير العكر ديالك وقيله كلاه هارون مريم <applause> وهي حسن عوانك معاه شاف الزين ويتلف احلى بغات بالغيره بقات غير كتخزن في هي وشيماء روان شافت احلام ولبس ليه لابسه روان يلا نهبطوا لتحت هبطوا جلسوا شعلة الفاسة وجلسوا كيتفرجوا وهي تجيب لهم الخدامه القريه روان غير سير ارتاحي عيت النهار الخادمه لا لا غير خليني الا شي حاجه لا لا صافي دابا انا نتكلف غير سيري تنحسي الخادمه شكرا هبط هارون كتاكلوا غير بوحدكم ديروا لي حدا مرسي حالا أنا مريم بعدو وخلوه يجلس راوان محام ملاش يجلس حداها وحسبها بها ولكن بغي يستفزها داري يدو دارها حلم أحلم حاضية مول غير غتقسلها وقات بالعاني حنات تس... وفاس مع هارون دات راسا كتقلب على شي حاجة من حنات زاد طلع الشورت الفوق وصدرها زاد بان هارون عرف على ايش كتقلب هز تليفونو وبقا كيلعب بيه بحال ما كيناش مكيناش روان شافت شاف فيه واش كيشوف فيه لقيتو مشغول بالتليفون مريم حشمت في بلاصه من تصرف دختال غير كتنزل من مستواها خافت ينوض شي صداع نوضو نوضو نعسو الفيلم خايب حنان اه عندك الحق روان انا جاني نعس مريم اذا يلا نعسو روان انا غنجي نعس حداكم هاد الليله هارون شنو قلتي ما سمعتش مزيان قلت ليهم غنعس معاهم حسيت براسي حتى لقاتو هانسا تصبحو على خير مريم وحنان كيضحكو غير بشويه عليها راه وانا واحد نهار فضحتينا البنات زوج بيوت الفوق شوفو فين تنعسو دخل البيت وسد الباب هنا غتنعسي يا ربي فوقاش يسالي هاد العام هو دغيا تخشى بلاصو دا الناس كان عيان دخلات هي الحمام توضات خرجت باش تقرا شويه القران القران بعد حطاتو تخشات بلاصه توضو تحس ب مي كيجرع النقا كتبغي تحيد ليه يديه ولكن ما كيخليهاش غمضات عينا ونعسات جا الصباح احلامنا تلبسات حوايج هبطات لقات هارون غادي خدمتو عافاك وصلني في طريقك تتمشي مع البنات هنا هما مازال ناسين وانا مزروبه هارون يلا زيدي روان كانت صابطه شافتهم خارجين بزوج جلسات في الدروس كتشوف ما بغاتهمش يمشيو مع بعضهم ما تمشي معاه ركبوا في الطوموبيل الطريق كامله ساكت حتى قربوا يوصلوا للدار وهي توقفوا وقف عافاك هنا وقف علاش قربات ليه وشدات له في الكورت الشاميز غير شويه حيد حي لي فاش غنهضر هي بجرأة قربات لي ويدفع شحال مقيسي تسلي حمق سيدي هارون شوف انا قابله نبقى معاك بلا زواج المهم ما سبعتش عليه حتى راهوان وان ما تعرفش واش انت من شعرها قربها لعندو عنده ما حسب لياش انت موسخ حتى لهاد الدرجه عرفتي ولستي عاودتي هاد الحركه نقتلك فهمتي دفعه وحرك مش بالجهد حتى وصلها للدار دخلها صباح الصباح مشات عند خوها البيت مالك داخله هكا مع صباح واقع احلام فوقاش دير داكشي اللي قلت لك ياك شي ما طاحت في الفخ اش كتسنى راه البارحه حارت على لدار صاحبي وراه وافقت احلام وفوقاش هادشي غدا احلام عطات على سنانها انا غنوريك السهار والراسك اللي هز السماء انا غنهبطو للارض داز نهار عادي وحتى عاد نهار جديد شيماء احلام خايفه اختي ما لهاد المشيه احلام ويلا صاحبتي كتخافي من خويا حبيبك ولد عمك ما عنده فشي عاديك خويا وانا كنعرفو كيحمق عليك شيماء زعما يكون صديق جنية تيكون تايكون بغا بعدا باش نتاكل مجرد اعجاب دابا كاينه انت شيماء ابتسمت اه بصح وسير راه كيتسناك جيتي سوينة شيماء شافت راسها في المرايا اه عارفه بس تو خرجت تلاقات امها شيماء انا مشيت ام هارون خاطري ما مهنيني لهاد الحفله صاحبتك ما تخافيش هو ولد عمي غيديني ويجيبني راني وصيتو عليك يلا سيري عبدات لقاتو كيتسنى الكبات بس صفحن هو مشى طري كامل هو شاد لا في يده كيمثل عليها الحب حتى وصلوا للدار زلو وطلعوا حل الباب ودخلوا شيماء ايوا فين هما هاد صحابك وهاد الحفله سد الباب انا درت السبه غير باش نبقى انا وياك شيماء صدمات كيفاش قرب لعندها بغيتك تولي ديالي ايوا راني ديالك رضا لا قرب ليها استغل لها ديالها كيف كيفاش يلعب عليها حتى استسلمت ليه على كانت جالسه من القسمه الدير قررت تهبط تعوم في لبسات المايو دارت فوق كسيمه وخدات الفوطه وهبطات لا بيسي اللي مغطي بزاف حيدات صوت لاحت في المشاه شحال ما عمت بردت جنونها بالعومان كانت دايره كي ديك في الماء شو هي تحس بشي حد كي جرها لعندو دارت ويا تلقاها هارون اش كدير هنا انت جيت قلت الخادمه هنا وانت دغيا جيتي فرصة ما كتعوضش ايوا سير عوم بوحدك لا نعوم بزوجة مرة سير لا ما لا تطلق مني دور يدو على ظهرها اللحظة بدأت كتشوف فيه سهات فيه في, في اللون ديالو البرونزي الحياة المقادة كيقرب ليها حتى انها نسات راسها اللحظات حتى وعات على راسها وهمسات ليه فوتني خليه يمشي عافاك رخا منها هي مشات كتعوم طلعات الوتلافو حتى هو خرج بقى كيشوف فيها ما متيقش راسو لحد الان شافت فيه راك غير غالط وما غاديش يتعاود هارون المهم حسيت بيك سنتي بغاني يبغى يحلم دابا نساليو هادشي وديك الساعات نشوفو هارون واش يد من يدها ولا وليتي كتبغيني مستحيل نبغي واحد بحالك جاوبيني ولا بغيتيني كوني هاني ما غنبغيكش ايوا حنا غنشوفو مشات طلعت دوشات دوشات هو كيتلاح كي يكمل العمان عند رضا وشيماء اللي كانت ملوية في الإزارة وكانت بكي رضا أنا ما ضربتكش على يديك وقلت لك كوني معايا نوضي نوضي نوصلك مشتيني مشتك حرم عليك رضا علاش درتي لي هكا ناري غتفرع يا راسي دابا نوضي راه تابعني شغل انت ماشي راجل انت حكسي يعني. عليا انت شماتة استغليتي حبي ليك الله ياخد فيك الحق رضا وعتاب ضربا للوجه وزاد ثانية تا كيهضر فيها بحال ليله كيبرد كي ديك الفقصة خوك هو الشماتة زيدي لبسي شراوطك مشي بحالنا بعد كاتب كي لبسات حوايجة وهبط في نزلات كسي على مشا طاير دخلت الكوزينة باش ما حد أحد وطلعت البيسة من تما طلعت البيسة أحلام هي كتبكي أحلام غير شافتو عرفات بلادك داكشي داز كي أحلام مالكي شاي ما كتعاود لها وتبكي سالات وشافتو أحلام مع وجهها لا صدمة لا والو أحلام برودة يا نتي كان عليك تحضري راسك خويا كيبقى ولده خاصو يشبع الرغبات ديالو ايوا ما فيها باس ماشي مشكل بكره ماشي هي كلشي مش خويا يجي واحد اخر حيش حياتك ما عندك ما بشي زواج شيماء ما مصدومه اش كتقولي كتخربقي احلام شوفي انا عيانه بغيت نعس الغدا ونهضروا يلا خرجي خليني نعس شيماء ما لحد الان ما متيقاش كتبتها فقنتي وخوك ياكي احلام يتخنزر فيها يوم من بعد تصافقنا اه لا لا غتقوليها اليوم آه سيري سيري عاودي لهم المهم ما تصدعيليش راسي وجرات من يدها وخرجاتها وسدات الباب في خلاتها مدمره مشروحه ومغدوره كل شي خايف في الدنيا كانت كتحس بها في ديك اللحظه احلام بساس ماس داكشي اللي بغات وقع دابا خاصني وجهك السي هارون شي ما دخلت البيت كل شي كيضرها جسمها وقلبها حيدات حوايجها ودخلت الحمام وقفات تحت الدوش كتبكي بنت عمها واختها وصاحبتها دارت هاد كانت كتيق فيها بزاف اريد اللي كان كيبلها هو فارس الاحلام ديالها كان كيهبل مزيان وفوق قصير ولا كتبغي ولا كان غير اوهام خرجوا لها على حياتها تفكرت خوها الى عرف قد يقتلها وجدها تفكرت كل شيء داز واحد عينها واحد بواحد خرجت من الدوش ما قدرت دير والو اش غتقول لهم مشات معاها برجليها وسلمات نفسها لبسات عليها وتخشات بلاصه بغات ديها عينها بغاش ديها كتمنى غير يزورها باش تنصف مره وتهنا صباح صباح جديد احلام كنت شوف وجهها كي كان دابا عاد مزيان غير كان ساهي كيفكر داكشي اللي احلام خويا راه كنهضر معاك راه اذا شاف فيها سمعتك ومن بعد خاص هارون يعرف بشي طريقه اللي تصدمو وقف فريدة انا غنزوج بها احلام تصدمات شداتو من يدي اش خربها وين تردي هدي انا حمق اللي غادي كنسمع ليك اصلا ايك اسمع الصد باش نمشي معاك في الخطه ودكت التصاور مسحيهم احلى مريضه ما تعصبنيش نسيت شنو دار فينا ودلني وضحك عليا وعليك حتى واحد من فهاد الدار ما حس بينا وشي شنو دمها مسكينه راه هي اختو وبها ندلوه انا دا هو غادي بعدي مني فهاد الساعه خاصني نتصرف ما يدمر ليا كلشي قعدت دوك التصاور وخرجات مشات عند واحد كتعرفو خرج عليهم وخلصاتو ودارتهم في وصفتهم لدار هارون ورجعت للدار طلعت عند شيماء حلات الباب ودخلات شيماء اش كديري هنا خرجي من بيتي بقيتي فيا الصراحه دابا خوكي لا الخبر الخبار اش غديري شيماء كتبكي عافاك ما تقوليهاش لي راه يدبحني لا انا بغيت غنشوف واش كي غيكون انا جيت نقول لك راه صيفط ليه التصاور وسيري هربي ولا شوفي شنو ديري هنا. انا علمتك وخرجت وسدات الباب شيماء سموس بالخلعه غير فكره انه شفت يشوف صور كتخلي قلبها يضرب بالشهد وعاد العرفه راه مشات معاه بقات شبنت وغطيح يحلو وجهه قدام دم العائله دمات بزاف شيماء وهي غير كتفتف كتاكل في كاين شي حمقى يقتلني يقتلني وين شنو درت بالخلعه مشات كتجري للحمام مش شربات واحد الدواء خطير خاص غير نص حبه الا كنتي مريض هبطت على القرعه كلها دا فمها وشربات الماء موراها وطاحت لها القرعه من يديها تهرسات وحسات براسها كتصطم على الزاج وكل ما تفكرات خوها كانت تخاف ولات كتخيلو طالع في الدروج وفي يديه تصاور وكتخيلو كيضربها وقفات مخلوعه شافت الزاج حساس وذبحات يديها حتى غوتات بالحريق رمات الزاجه وهي كتبكي اويلي على شنو درت غنموت يا سيدي ربي ما بغيتش نموت حلا طروبيني بقات كتغسل يديها خافت من الموت ولات بحال شي حبقه دارت داف فمها باش ترد ولكن بدات كتحس بالدوخه طاحت في الارض كرشها كضرها بزاف بحال اللي مصرن كي بقات كتشوف في السقف كي كيتقالوا عليها فما بدات كتخرج من الكشكوشه حتى غابت دار هارون الخدامه في انتهاء برا مادام راه واعر حساس عطاني هاد البريه مكتوب فيها هارون خداتها غادي نشوف بدا سلام مشات للكوزينه جاها الفوضو تحلها وتردات واش حلها ولا لا 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 تيحلها هو ولكن كيقول كي لك هاد مراتو من حقه يعرف عليا كلشي اذا انا من حقي حلاتها وجبدات تصاور حلات فما بالصدمه شفي هو هارون دغيا خبات البرا هارون مال وجهك صفر بدات كتفسف والو غير عيانه شويه شنو داكشي اللي مورا يديك خافت منه والو لا نشوف نشوف بغا يقرب باش ياخذ ليها البرا وهي تعنقو رمات البرية في الارض وكحزات برجليها تحت وهي تبعد عليه هارون ما فهم والو عاد هاد الصباح نتا بزويا راه وانا هي كتنفس بالسربه سمح لي عافك ما قصدتش ما عرفتش شنو قالي هارون غير كيشوف فيها لا قصتي نيت وصافي سير راه يمشي عليك الحال الخدمه جرى لعنده واش كيحسب لك انا صغير تلعبي ليا والله ما سالي عليك راه غير ما شنو بقى لي هارون بساسم قلت لك بديتي تحسي بشي حاجه من جهتي يا كنقول لك غير كتحلم ماشي غير بحيت قربت ليك هذا راه كيعني انني كنبغيك راه مستحيل تدخل لقلبي وهاد الموسى بامكاني نعطيه حتى الاحساس غير بليزير مني ما يمشيش بالك بعيد ويزيد تي واحد بصح الضربه حتى تحت الارض شدت من شعرها وهو كيغني جربي عاودي هادشي اللي قلتي مره اخرى شوفي اش غندير لك والله يحسن دبحك ودفع حسن ضرب راسها مع الارض وخرج بقات كتبكي ناط مشات للحمام شاف الدم كيسيل من راسها خدات الكلينيكس كتمسح الدم ودارت الدواء كان كره كان كرهك تفكرت البراء هزاتها مشات حرقات دوك التصاور طلعت للبيت لبسات عليها باش تمشي لدار جداتها تهضر مع شيماء قلت مع الشيفور اللور ومدة الطريق وصلوا الحمد لله ما حتى شي حد في الصاله طلعت في الميساع ديشه البيت شيماء دقات ودقات والو حتى حلات الباب ودخلت شيماء شفت جيت الحمام بحال بحال الى فايض ومخلط بالدم كتجري حلات الباب غوتات بالخلعه بدلها مرميه في الارض وداكشي بيض خارج من فمها كلها دميات ما عرفت ما دير بقات كتبكي وتغوت ليها ها ضربات لي على وجهها يا ويلي ماتت خرجت كتجري كتعيط ليهم يجيو كلشي جا كيجري روان كتبكي شي يجري. كتب ما. كل كلشي دخل البيت روان بالغوات في الحمام في الحمام دخلوا الحمام كلشي كيغوت شكلها كان كيخلع ما طاحت خفاله من المنظر ديال اللي شافت احلام خافت حتى هي خافت يسيقوا الخبار خرجت من البيت وهي كترجف خايفه تموت وتدخل الحبس ما بغاتش هادشي يوصل حتى حتى لهاد الدرجه الرضا حس بقلبو كيتقطع هزها خرجة حتى فوق <applause> الناوسية الجد عيطولي للاسعاف دغيا الرضا غيتعطلو أنا غندي عالطبيب هزها و هبطها و روان تابعها في الطوموبيل حطها اللور و روان معها كتبسحلها الأشعرة و كتبكي كلشي تبعهم للطبيب الرضا كيعيط للطبيب باش يتلاقاهم غيوصلو داروها في البايا لغرفة العمليات روان شافت فيه تسبب كيفاش كتقولي روان كتبكي ضحكتي عليها وزي زايده مصيف التصاور للدار لي دعرا فختو هي اللي انا ما صيفطتش شي تصاور كيما فاهمه والو لو بقات شي حاجه نقول كل شيء شو شي, شي ما يشوفهم جايين ما يسكتوا جد شنو داروا راه ورا دخلوا على غرفه العمليات ام هارون الله يا ربي على بنتي مسكينه مازال صغيره علاش درتي هكا يا بنيتي كل كيبكي حالا مريم ما بغيتش اختي تموت مريم عند القاسه ان شاء الله ما يوقع لها والو الجد عيطي بنتي الهارون يجي راه وين واخا بعدات عليهم وعيطات ليه هارون شنو بغيتي مشغول روان هي كتبكي هارون نسمع كتبكي ناض واقف مالك روان اش واقع اختك شيماء في الطبيب حالتها خطيره اجي دابا شنو واقع ليها واجي في الطبيب واخا واخا اني جاي خرج بالزربه مشى مباشره للطبيب غير دخل شاف كلشي كيبكي تخلع وقف قدامهم مالها شي ما روان غير ساكته وكتبكي هارون غوت راه كنسولكم حالا كتبكي ضربات يديها لقاتها روان طيحة في الارض كيفاش علاش ضربات يديها شاف روان ما عرفتش لقيتها هكاك غير نضرب يديه مع الحيط ومعصب شاف اختو امو شو مش كدير مني ما عارفينش مالها كل شي ساكت حتى خرج طبيب عندهم البنت نصفات بزاف خاصنا ضروري الدم شكون عنده الفاصله ديالها روان انا طبيب اجي دغيا معايا قلبوا الدم القوي صالح متطابق خداو الكميه اللي غيحتاجو وخرجوها حالا شكرا بزاف روان جلسات راه اختي هذيك داز ساعتين ويخرج الطبيب حنا درنا اللي علينا والكمال وعلى الله البنت خدات جرعه كبيره ديالو حد خطير مشالها في الدم درنا لها غسيل المعده وعاد الضربه اللي كانت خطيره عندنا دابا من غدا نشوفوا شنو غيوقع مشاو خلاهم كل شيء كيبكي عليها هارون غي واقف كيشوف كي هذا الشيء اللي وقع ما عرف شنو غادي يدير انا سحب غيب شويه مشى للدار عند احلام طلع كيجري البيت دخل لقاها كتبكي مشات عنده شنو واقع ما ماتتش ياك وينزل لها بصليه شنو هادشي درتي يا المصيبه قلتلك لك وقفي هادشي ياك ما شافت تصاور واش دا من شعره الحمد لله راه والي شداتهم راني قتلتك دابا اش غادي نديرو خرجي وصد عليها الباب انت هنا غتبقاي ما غتخرجيش من هاد البيت داز النهار جحيم عليهم وجا نهار جديد كلشي في المكتب الطبيب كيتسناو شنو غادي يقول لهم هادشي اللي غنقول لكم صعيب البنت جسمها ما جاوش مع الدواء اللي كنعطيوها ولا عطيناها اكثر يقدر جهازك قلبية وتموت حيت المفعول ديالو قوي بغيناش نغامر حتى نشوفوا واش مع الوقت جسمها يتقبل الدواء دابا هي في غيبوبه مؤقته حتى الجسم ديالها يوصل الدواء ما عليكم غير تدعوا لها والكمال على الله الجد لا حول ولا قوه الا بالله هارون ولديناها الطبيب على برا وراه نفس الحاجه غتكون غير غتعذبها كون كانت محتاجه تمشي على برا كنت نقولها لكم الجد الله يدير شي الخير هارون سيروا سيروا دابا للدار ما عندكم ما هنا الام لا غنبقى مع بنتي راه وانا غير سيري خالتي انا غادي نبقى هنا الا وقعت شي حاجه نعيط لكم حالا انت أنا نبقى هارون صافي احنا بثلاثه هنا كل شيء مشى بقاو بثلاثه الممرضه اجيو للغرفة ترتاحوا راه وجد وجدناها لكم دخلوا كان فيها زوج ناموسيات وعاد فوتاي جلسوا تاعو هارون نمشي نجيب شي حاجه ناكلوها اه من الصباح ما كلينا والو خرج مشى للمطعم جاب الماكله ورجع حتى وجلسوا كياكلوا كي هارون نمشي نشوف شي ما ونرجع حروان حنان حبيبه نحسب حسيت بالساحرة اه واخا طلعت فوق الناموسيه تغطات غطاتها روان عليها الضو وخرجت عند شافت شافتو واقع حدا السرجم الكبير اللي كل زاج كيشوف في ختو وقفات حدا حطات يداها على اجيت نعس ترتاح شاف فيها عيتي ياكي لا 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 ما درت والو شد لها يديها وباسا وقفتي معانا وراك مع ما تقولش لي هكا حنان نعسات اه يلا صحنا نحسو شد لها في يديها ومشى فوق الفوطه كان هيان غطاتو هي مجاش جاش خرجت خرجات وهي تشوف واقف حدا السرجم قصدات رابان، وجاي وجهك حمر رضا ما تزيديش عليا عزيز عليكم تحكوا على بنات الناس وترميوهم رضا انا غنزوج بها ملي ملي دير لاباس وعاش بزاف تصاور دار الدار بغيتي يذبحها ولا شنو راه ماشي انا وشكون ما كيهمش المهم ما توليش تعاود يلا انا غادي نمشي دخلت البيت سهية وحاولت أنها تنعس دات أسبوع حتى حاجة ما تبدلات الطبيب كان بشركم المريضة جسمها بدا يسترجع للدواء الحمد لله كل شيء بقى كيحمد الله الحمد لله أستغفر الله وأتوب إليه هارون ودابا أش غيوقع دابا يقدر غدا ولا بعده تفيق الجسم ديالها راه بدا كي كيسترجع القوة روان الحمد لله يا ربي يصف في الدين الجريدة شوفوا شنو كاسبين هارون اخذها وحطها على سنانه وهو معصب عينا باش هادشي ما يوصلش الصحافة دابا ديالي موعد مع مدير هاد الجريدة يوسف واخا هارون هذا مشيت هارون بالعصبيه كلشي يتحل غير بشويه روان حسات الجريده قراتها كانوا كاتبين على الانتحار شيماء كيقولوا واش بسبب شي حب ولا شي حاجه اخرى ام هارون روان صافي بنتي شيماء ولات بخير سيري ترتاحي راه اسبوع نتي هنا لا يخليني خالتي مرتاحه اب هارون الحاج صافي راه نمشيو حنا للدار جد اه بحر شرب الدواء ما جبتوش مشاو بقات حنان وام هارون وروان دازو ساعات وهما مازالين تماك شو هو يصوني التليفون عند ام هارون قالو ولدي كلشي مزيان اه هي حدايا لا محتاجينها فوالو مسكينه وقفات معنا واخا ندوزها هاكي روان هاكا بنتي بغا يهضر معاك روان الو تنصوني ما كتجاوبيش اه خليتو في البيت هبطل تحت مشاو للدار لا لا حشومه نخليهم بوحدهم صافي اجي ترتاحي غدا ورجع يلا واخا خالتي انا غنمشي وغدا غرجعي ان شاء الله الا وقعت شي حاجه عيطي ليا الله يرضي عليك بنتي مشات هزات صاحبتها وحوايجها لقاتو كيتسنى ركبات هو نيشان مشا للدار رجعات راسها رغم غمضات عينيها الناس داه النعاس وصل كيف كيشوفها كيبدا تبان ليه ناعسة نزل بشوية الباب كانت بالنسبة لي بحال شي ريشة طلع البيت وحط بلاصه حيد لهذيك العبايه اللي تام وخطها ودخل الدوش ورجعت كحدها جرها لعندو واحد النقا ونعس جا نهار جديد فاق مشى للطبيب شاف ختو ورجع مشى للشركه كان عنده اجتماع راه وين فاق شاف 12 ونص دخلت الحمام دوشات توضات خرجت صلات قرات شويه القران مع سالات هزات التليفون تصور في شيماء قالوا لها راه مزيانه شويه ويعيط لها هارون صباح الخير عاد فختي اه صباح النور اه شويه صحتي شويه اه الحمد لله مشيتي بكري ما فقتش بيك اه كان عندي شي مع مهم ما صحيتي ما والو هارون بساسم بقيت فيك زعما ما لا غير يلا صافي صافي فهمت انا نسالي نجي للدار روان واخا قطعات وهبطات للكوزينه على اللي غنوجد الغدا خدامه لا حشومه ولا اش كندير هنا لا عافاك بغيت نوجد هنا غير سيري ديري شي حاجه ولا سيري ارتاحي لحتاجيتك نعيط لك قدامها واخا مدام مشات راه بدات كتوجد في الغداء هي يعني عندها مع الطيام دارت نتاش في الفرن من بعد ما شرب الهاتو طيبات الرز اللي غيجي معاه قادات الشلاضة في ساعتين كان كلشي واجد قادات الطبلة وطلعت البيت حلات البلاكار شوف شنو غادي تلبس شافت كسوة حمراء كان اختارها ليها هاديك اللي بغادي تلبسها أحلى. جبتها كانت بغات تلبس أحلام سهل لبساتها كانت مصيرة بزاف وقصيرة شوية من يديها اللي نسكم حتى لجهة الصدر مشبكين بالكحل ومن الظهر على جهة حتى لجهه لقات شعرها لقات و... بلاي بلا بلاك سابل كحلات عينيها ودارت هكا الحمر ولبسات طالون كحل رشات العيطر شافت راسها في المرايا عجبها راسها حمار والكحل وشعرها الطويل لي كاين على وحساوها جات واعرة مع ديالها الحوتة كان داخل الدار عيان وش حدا الطبلة كتبان لي مقادة مزيان ماشي بحال ديما كاين غسيلة شوية هو يسمع صوت طالون هز راسو شافها هابطة بحال شي أميرة أول مرة كيشوفها هكاك طلع من رجلي حصل شعرها بإعجاب وعاد لابسة الكسوة اللي كان باغي كان عارفة غتجي معاها بحش براسو حتى لقا راسو شاد يديها وكيبوسها جيتي زوينة جيتي أصلا زوينة بس سمعت ليه شكرا حيدات ليه الفيس وحطاتها شدات ليه في يديه وداتو تا لطبلة كحزات الكرسي وجلساتو هاني جاية شد جابت الماكلة حطاتها فوق الطبلة راه مامتي يقش واش كيحلى ولا ولا بصح حطات في طبسيل كل ما كتشوف فيها مازال كيشوف فيها ما فاهم والو حتى اللي طيبتي اه بدا كياكل عجبو طيابها زوين الله يعطيك الصحة انت علاش ما كتاكليش انا ما فطرتش بكري ما فيا ليا ياكل دابا حبقك ياكل حتى سالا الماكلة وعيني حليها عيطات الخدامة جات مع الطبلة وشداتو من يديه للبيت من الحمام وغي كيشوف فيها القاموج ديال الحمام فوطة الحوايج اللي غير يلبس <applause> انا وين خدي كده وش باش وبحلّي هو بحال ليلى كتقرا له افكاره اللي كان محتاج لقاه كان فرحان بزاف خرج من الحمام صدات عليه الباب جلسات فوق الناموسيه وهي متردده فتارينا تحلات البلاكار جبدات سوميج دونوي بيضه قصيره صبحريه سميطات وصدرها للمعرق كثر من مغطى لبسات البينوار ديالها من نفس الثوب وقادة شعرها خرج كاين شاف شعره و وهي طيح من يد الفوطه ما توقعش هادشي كله هادشي كله هي كان لابس غير سروال الكاتمه بلا فوقاني صدره عليان شافت فيه لقاتو غادي ياكلها بعيني في الطبيب البنت حلات عينيها ام هارون وحنان مشاو كيجريو ممرضة الممرضه كتفحصها هي حال عينيها وكتشوف في السقف ام هارون كتبكي بنتي كنحمدك يا ربي عن عنقاسه وقربات لها حنان لها يديها حنان على سلامتك اختي فرحنا بزاف والله شي ما كينزلوا دموع ملي تفكرات كلشي ما تبكيش بنتي راه عاد فقتي كسب لك عمر جديد حنان انا عيطت ليهم عيطت على باه وجده كلهم فرحوا هيجيو ودوزتني نمره لدخوها يلا كان خارج من الحمام كينشف شعرو سمع التليفون كيسوني هارون عالو حنان اجي دغيا شي ما فاقت قطعوا شاف شي ما فاقت روان بصح يلا نمشيو لبسات عبايتها وثلاث سمات لبس عليه وخرجوا مشاو للطبيب دخلوا عندها لقاوها فايقه شي ما غير شافت صورة تكتبكي وتغوت عفاك اسمحلي اخويا سمحلي لي كل شيء صغير من تصرفها مشات عند قاتها وهمسات لها فدنها راه ما شافش التصاور ما تخافيش شي ما شافت فيها واخا هكاك مازال خايفه وكتبكي حتى الطبيبه وضربات لها الشوكه والاحساس الممرضه دابا خاصها ترتاح خرجوا كلهم مصدومين الا روان ورضا اللي عارفين شنو كاين رجع كل شيء للدار أحلام ما كانش كتخرج من البيت طريدا منعه وكل شيء كيحسب لي حزين على صاحبها وبنت عمى شي ما حيث كانوا قرب لبعضهم دار هارون يلا بدلو عليهم روان جلسات فوق الناموسية وجا جلس حدها بس لا يديها أحسن نهار عندي شكرا يما عرفت باش تجاوبو كتافت بابتسامة روان عيانة بغيت غير نحس تختات بلاصة نحسات حتى جا حداها حتى هما داها بسرعة داه السيمانة خرجات شيماء من السبيطار ودارت لاباس واليوم هارون وروان غاديين يزوروها تركبوا في الطوموبيل طرا كاملة شاد لها في حتى وصلوا دخلوا للدار سلموا على كل شيء روان فين هي شيماء حانا راها في بيتها طلعت لعندها ودقات حلات الباب دخلات شيماء غي شافتها بزاف سمات ليها ونات سلمات عليها وجلسوا فوق الفوطاي شيماء مزيان ملي جيتي كنت بغيت نشكرك بزاف على داكشي اللي درتي معايا عمري نسى خيرك روان راكي خسي ما المضره عنقاتها شيماء بقيت الخير فيك ما لقيتوش في البنت اللي كنت كنعتبرها اختي واللي عشت مع حياتي كلها وصافي دابا اللي فات فكري في اللي جاي واش غادي ديري شيماء وهي حد جا وطلب مني السماح وقال لي راه نادم بغيت يتزوج بيا روان ايوا شنو قررتي ما بقيتش كنثيق فيه خاطري هرب منه روان ايوا واش غاديري من بعد فكري في المستقبل الا جا خطبك شي حد شحال قدك ترفضي وتخبي راه في السالي غيتفرش كلشي وافقي وتزوجي بيه حتى فرصه وهني راسك شيماء حرت والله شوفي انا عاود لك شي حاجه وخليها بيناتنا شيماء واخا كوني هانيه عاودت لهذاك الشيء اللي دار هارون فاش صباح دابا شيماء مصدومه هادشي الشيء كله وحنا حنا ما عارفين والو حنا ما عندناش وراثي في العائله أنا و... وهي ما يمكنش ياخذوك بخاطرك بغيت نقول لك توكلي على الله ومسايل اللي فات شي حياه جديده شيماء عندك الحق داكشي اللي غندير ما حسوش باحلامني كانت كتصنط وسمعت كل شيء مشات لبيصا وهي فرحانه دابا لقات كي غدير تفرقهم تسنات حتى كانت خارجه من عند شيماء وهي صايت لها اجي بغيت نهضر معاك دخلت معها البيت احلام بلا مقدمات سمعت كلشي الهضره كلها اللي قلتي انت وشيماء انا ما تصدمات ما عرفت ما تقول احلام انا خسر عليك حاجه وحده سمعها مزيان انا ما غنخسر والو غنمشي نعاود لجدي كلشي داكشي اللي دارو حفادو بزوج هو غير غيسمع انهم اغتصبوكم غادي يسكسق قلبيا ونيشان القبر وزيدي عليه جدا صحتها حتى هي على قد الحال اوا هارون وريدة شي غيقتل شي واحد فيهم غيدخل الحبس وانا يقدر نقدر ناكل قتلات لحظة كنبقى بنتهم حتى من نتوما حياتكم غتدمر راه وانا ولات كترجف شنو بغيتي تفارقي على هارون و والله حتى نوصلهم لها نوصل لهم هادشي كله وتصور شيماء مازال عندي انتي ماشي بنادم انتي شي شيطانه فريد معاك من بعد تحتاجيهم يلا خرجي عليا من البيت وما تنسي داكشي اللي قلت لي. بغيت هاد السيمانه نسمع بتلاقهم. خرجت روان من البيت كتبكي حيت يلاه بدات حياتها كتقاد وهي تولي تعواش حتى تلتحت جلسات بقات كتشوف فيه هو كيضحك كيهضر انها بدات كتبغي وفعلا كتبغي ولكن خاصها تبعد عليه باش ما يديرلوش ما المشاكل شاف فيها لقاه كتشوف فيه وهي بتسم ليه خدامه الغدا واجد فوق الطبله كلشي نهار جلس باش يتغدى وروان كان صغير كتلعب بالفرشاه شهيسه مسدوده بعد داكشي الجدة كول يا بنيتي حنا كان ناكلها جدة سالاو الماكلة وقصوا معاهم شوية قارون يلا غنمشيو دابا باتو معانا لا لا غي خلينا نمشيو الجدة وعلى خاطركم يلا غي بشوية في الطريق رد بالك سلمو عليهم وخرجو ركبو كانت ساكتة وساهية حتى لها في يديها مالكي والو غا بغيت نعس حنا قربنا نوصلو شوية كان واحد الدار هبطو طلعو نيشان البيت هي دغيا بتلاتة لاو تخشات بلاصة ونحساس ودخل لي تتخشى تخشى كي العاده غنلقاو الناس دازو 3 ايام انا من جهتي ما ألقاش ما احسن من داك ولكن حسن تسوله هي راه واخا جدي باش نديروا الخطبه والعرس في نهار واحد الجد وا مالكم غيب غير بشويه نتوما ولاد اليوم والزربة الزربه غتغسلكم غريدة، ما انا هنا كمل الهضره شو دار هارو؟ الايام اللي دازو حس بها ولا ولات الهضره كتخرج من فمها بالسيف وبارده معاه وبعدات عليه بزاف حتى كانت ترجع كيحس بها راه ولات كتلين ليه وكتبغي بعدات عليه بزاف هارون شد من يديها فين غادا بغيت نعس وحتى نهضروا اوف قلت لك بغيت نعس حتى من بعد نهضروا هارون زير لي على يديا قلت لك غنهضروا هي غنهضروا ودابا جلسات فوق الفوطي هانا قل شنو كاين مالك وليتي هكا علاش مالي شوفي انت مالك على البرود كله باتي الصراحه اها ما مرزحش معاك ملي كنكون حداك كنحس بالغم على قلبي انا عايشه معاك غير بالسيف ما كنحملكش هارون هارون هز يدي هو يضربها ما تحملش هضرتها كان كيظن ولات كتبغيه وغيعيشو هاني شد على حنكه شي ما كنبغيكش بغيكش ما كتصلحش ليها هارون عافاك خلينا نسالي وطلقني هسوار الطوموبيل وخرج بقى غادي ما عارف فين كيدور كي من زنقه لزنقه لشارع لشارع ما كانت حتى شي جهه درتها كدور تفكر كيف سلمات ولا صاب خاطرها شحال كانت هاد الايام حنينه معاه حتى دخل لواحد البار نزل وجلس في الكونتوار حدا البارمان طلب ويسكي كل عادة بقى كيشرب حتى جاب الكاو شويه هي جات حدا حداها واحد البنت بقات كتقرب منه تقرب منه وش من شعره كلكم بحال بحال دفع حتى طاحت الارض كلشي بقى غير كيشوف فيه جبد الفلوس وحطها وخرج كيميل هذا في الطوموبيل بقى كيسوق بالشات كان غير يدخل في واحد بصعوبه باش غير الاتجاه بقى في الجنب بقى غير كيشوف ما مول الطوموبيل اللي كان غيضربو اللي كان كيسب فيه شويه هو هود كينزلوا الدموع من عينيه دغيا يمسحهم حرك مشى للطوموبيل ثاني حركها وصغيب شوي حتى وصل للدار روان خرج طاحت في الارض كتبكي كتبكي كنصايب على تقول ديك الهضره كتحس بروقه روحها غتخرج كتبغيه بزاف هاد مولا الماده اللي دازت بيناتهم عرفات كيفاش كان كيهتم بها كيفاش كان ما كيفاش لقات راسها طلعت للبيت توضات صلات ودعات من ربي يعاونها حيدت الشال والعبايه وجلست كتسنى حتى عطل حتى كت كتحس كي بيه كيحل الباب دا البيت نضغيه دارت راسها ناعسه دخل شافها ناعسه بقى كيشوف فيها سد الباب وجات لحظة كان محتاج لها في اللحظه روان ما بتخليني عافاك دموعها لازم كتحبس في الشهقه ما جاوباتوش هو طريا عز كان هي مهلوك بداك الشراب ضحكة طارت لجهته كتشوفي في ودموعها نازلين كي غادي دير تتفرق معاه جا نهار جديد الجد تهضر مع شيماء وقالت الموافقة موافقه الجد اجي راني بغيتك شي موضوع هارون واخا ربع ساعه وانا عندك قطع وكمل شي وراق كانوا يعني في يدي وخرج مشى لدار جدو بقاو مجموعين في المكتب سلم وجلس كيشوف فيهم رضا ولد عمك طلب يدخسك الزواج على سنة الله وباك وامك حتى هما موافقين بقيتي غير شاف فريدة ورجع شاف ختو شتي باغاه شاف فيه بقات ساكتة عرفها باغاه وتهلا فيها رضا ما تخافش كون هاني والله يكمل عليكم بالخير الجد رضا قالك في التالي هاد السيمانة غيضربو لاكت حفلة صغيرة بيناتنا وقف هارون ديرو اللي بغيتو انا انا في في الاخر عندي اجتماع في امريكا بقا تماك سيمانه ولا شهر جات ايوا دي معك روان قام يخون. انا غادي دابا يلا خرج مشى للدار طلع للبيت لقاها متسكيه بدل حوايجها بلا ما يقول حتى كلمه يلا بغى يخرج وهي تعيط هارون وقف خايف من داكشي اللي تقول نطلع عنده عييت من هاد العيشه طلقني فك خلينا نحبسو هادشي دار لعندها وانا مسلسل سهل هاد قال عليها قد تقولها ربي يسهل عليك في اخرى بهاد البساطه بقات كتبكي وكتغوت واش ما بغيتيش تفهم ما بقيتش باغيك ما كنحملكش بعاد مني شدها من يدها داكشي اللي وقع بيناتنا ما كيهمنيش معنى ليا والو نسيتو اصلا كانت غير ناس وداس وهي كتبكي وكتشق اي حرف نطقاتو كان كيجرح قلبها هي كتبغيه ويعنقش ما بغيتي غير نطلقك صافي طلقك كي ما ملي سمعات وزهد وزهات في البكا كتشد ليه التيشرت بحال لا ليه ما يمشي وبقا كيمسح ليها على شعرة وقلبو كيتقطع داس مده ويبعد صافي غنت غنهضر مع جدي ونتكل عندهم وعلى ما رجع من السفر نعطيك ورقتك الطلاق صحت عينيها صافي واخا خرج ركب في طوموبيلتو مش عند صاحبو امين بغى يخوي قلبو حاس براسو غادي يطرطق وصل طلع لعندو دق شويه ويحليه الباب امين غي شافو عرفو معاه شي هو هذاك مشا كي جاب واحد الكاس ديال الويسكي كيهضر بزوج مالك صاحبي عرم ساكت تحسب داك يبكي بحال بحال شي وليد صغير ابي الصدام في اول مره كيشوف هارون كيبكي كان كي كيبان قوي قوي من مستحيل يبكي وصافي نطلقو امين كنبغيها وشي ما كتحملنيش ما عرفتش شنو درت ليها ولا شنو فيا ما عجبهاش ولا ما عرفتش حتى حسيت بها كتبغيني امين حط ديالك على عاود لي شنو وقع عاود نهارون كل شيء إلا شي حوايج بطبيعة الحال مسح دموعه بيدي هبط على الكاس هز القلعه زاد كاس اخر صافي سالينا انا وياها امين تنهد ما عرفتش نقول لك صاحبي ولكن الا كانت هي معاك كتبغيكش ما يمكنش تبقى معاك بالسيف من الاحسن تسالي وتابق قبل ما يتدهور هذا الشيء الله يصبرني ويقدرني باش ننسى شوف سافر سير سافر بدل الجو نهار وسكت هو كيشرب داز الوقت وانا بغا يمشي فين غاتمشي بهاد الحاله بس انا الصبح. جلست كافق فوق الفوطي ونعاس وامين غطاها وطفا عليه الضو عند روان كانت حالة حاله بالبكاء كتعذب بزاف غير كتفكر الطلاق ما غتبقاش تشوف وكتبغي تحماق شافت الساعه لقاتها الوحده ونص مازال ما جا طات لتحت كتسناه كتسناه خرجت على برا بقات غاديه جايه شافت الساعه لقاتها 3 طلعت البيت جلست فوق الكرسي حدا الشرجم كيطلع على الباب ليك وداخلة تما في الدخلة تما كتسنهي شي ما براسها حتى دها النعاس ونحسات جا الصباح هارون ناض خرج مشى للدار لقى ناعسة الكرسي هزها وحطها فوق الناموسية وغطاها بقا شحال كيشوف فيها فالتالي ناض دخل الحمام دوش ولبس عليه يلا خارج من البيت سوي شوفها فاقت خارجة من الحمام وجمع حوايجك باش نمشيو لدار جدي قلبها بدا كيضرب واخا بقات غي كترجف جبدات شنطة جمعات جب حوايجها وشداتها هارون والاخرين ما عندي من ما ندير بهم غيخليهم صافي, حسن قل كنت كنت قل درها صافي. حتى نقول الخدامه تصدقهم ساهلي انا كنتسناك لتحت قلب هذا الراسة صافي سالا كل شيء تسالاو تسالا بس الشنطه وهبط في الكوفر وجلس كيتسنى هاد نهت, نهت كل شيء سالا لبسات عليها دارت لسان فتحت بوها شافت في البيت فكرات فاش كانت معاه كل شيء داز من حينها نهادات هبطت ركبات في الطوموبيل ومشى لدار جدو دخلوا لقاو كل شيء كيف سلموا عليهم وجلسوا الجد فين غادي نبات الشنطه راه حلت راسا. هارون تشجع ديال روان غادي نطلقو كلشي شهق احلام بغات تطير بالفرحه الجد تشكت اش كتخربق من طلاق هارون صافي جدي حنا اتفقنا الجد تا واش حماقيت وعاد تزوجتو باغي نطلقو واش مدابزين زين راه هادي كيوقع هادشي من اي زوجين ماشي ضيف اول مشكل كي تلقو الجد لا حسب ليكم غير اجي وطلق ام هارون اهل الشيطان الله يهديكم اولدي اب هارون ما طلقنا الشحنة اللي كان قيلون هارون هارون تعصب كل شيء كيهضر كل شيء كيحاول يقنعهم صافي سكسو صافي انا وراوان وانا راه ما بقيناش متفاهمين ما مرتاحينش مع بعض حاولنا نقادو العلاقه ساعه والو الحل هو نطلقو الجد لهالدرجة هارون اه لهالدرجة الدرجه هينا ما كنمتلو على بعضنا خفنا ينوضو مشاكل ودابا قررنا نطلقو جدي حتى مقررنا الجد لا حول ولا قوه الا بالله انتيش كتقولي يا روان على طراسه كانت كتبكي بصمت داكشي اللي قال هو اللي كاين ما تفهمناش جدي جد عرفتي اش غديرو هانتي معانا فكروا مزيان ومن بعد اللي درسوا هي هذيك انا صافي حنا فكرنا مزيان الجد زيدو فكروا يقدر لا بقيتو بعاد تكتشفوا شي حاجه وقف هارون جدي انا غادي للشركه دابا خرج بلا ما يسمع ردهم كاين كيحس براسو كيتخنق كان في طوموبيلته وحرك ومشى مشى للبحر راهو خلاص نطلع للبيت ارتاح طلعت ستة على الباب بقات غير كتبكي شويه تحل الباب كانت احلام برافو عليك ما عندي ما نسالك درتي داكشي اللي قلت روان خرجي ما بغيتش نشوفك المهم هو انك درتي داكشي اللي قلت لك شيماء من وراهم كتحاسه بشي حاجه ماشي هي هذيك شنو خليتيها دير هضري احلام يا خارجه ايوا ها هي تعاود لك روان جلست فوق الناموسيه كتبكي جلست حداها شيماء عاودي ليا كل شيء عاودت لها روان شيماء حتى هي نات كتبكي مصيبه هادي اللي أختي لا اختي ما نخليكمش تفارقوا بسبب ما نمشي نقول لها روان كل شيء شدات على روان يدها لا راه سوق كارثه يقدر يقتلك انت وريضه والعائله تشتت بزاف هذا الشيء تقولي والو ما بغيتش نصدقوا في الحباسات والسبيطارات نصدم على قلبي ما يبقى والو قلقات شيماء سمحي لينا بسبب ما وقع لك هذا الشيء وصافي كل شيء غيدوز شيماء خرجت من عندها وهي حال فحتى تنتقم من احلام هذا يومين كيوجدوا الحفله دريضه وشيماء روان وهارون ما ولاوش تشافو بزوج بهم كيتعذبوا احلام كاتبيتا كتهضر في التليفون <تصحيح> دغيا وليتي تبغيني اه واش تصاور اللي تصورنا لا لا ما صيفط لك شريخ اليوم عندي <تصحيح> واش نو الدنيا وزمان هادي نخاف على راسي نلقى شي وقيت ونشافو يلا حبيبه بسلامه قطعت مساس مع كله حياتها كلها وهي كتسنى هارون ودابا غتعيش حياتها ولس كل نهار مع واحد وحال من هارون يطلق روان قد تزوج به شي ما سمعت كل شي ايوا تحسبني يدي احلى احلام ومشات لبيتها روان في بيتها تسمع التليفون كيصوني شافت في في كان هارون بلا ما تحس جاوبات وحشه تحشاتو بزاف الو بقاو ساكتين هارون غمض عينيه كيسمع صوتها وحشة بزاف صوتها رجع فيه الروح لاباس عليك الحمد لله وانت بخير بغيت نقول لك نديرو محامي واحد بالنسبه للطلاق انا وين ما بغيتوش يفكرها صافي واخا يلا بسلامه قطعات وبدات كتبكي أتسعس ايام حياتها كتعيشها حسات بمصرنا كيتقطع وانا كتجري للحمام دغيا رجعات شلات فما خرجت قلت لها تفقنا وهي كتبكي تدخلت دخلت عندها شيماء نشاف سمشت مشات لعندها نقاتها شيماء أنا ما نقدرش نعيش بلا بيه شنو غادي ندير قولي لي اختي شيماء كتبكي معها صافي دابا ربي حلها من عنده نات جابت ليها دوات نعاس شرباتو غطاتها وخلاتها تنعس خرجت شيماء من البيت وهي تشوف احلام خير من بيتها تسنات حتى مشات دخلت لبيتها غير بالحس شافت التليفون كيتشارج هزات شوية تسمع الباب كيتحل تغير رجعت البلاصة كانت احلام اش كديري في بيتي شيماء ما ما تقول جيت ناخذ سوسي اللي كنت عطيتك حاجه ديالي تبقى عندك مم. قولي هاليا ما تدخليش البيت بلا اذن دابا فكينا جبديها حلا أحلام بالبلاكار جبدت ليها الكسوه ورما على يلا خرجي من بيتي هزتها شيماء وخرجت مخنوعه كانت تحصلها. بس يومين خران نفس الوضع غير اليوم هو لاكت شيماء وريضه وفي نفس اليوم شيماء قدرت تاخد صور من التليفون احلام اللي كانت حافظه الكود ديالو من ما فاش كانوا صحابات كانت مصوره مع شي واحد النقاه مره كتبوسو كل مره وكيفاش ونفس التصاور دايره مع شي دراري اخرين كانت كتسنى الوقت المناسب باش تفاهم مع احلام شيماء كانت لابسه قفطان بلون كاسي مخيط بالذهبي زوين بزاف دايره اكسسوارات كلهم ديال الماس هديه جدها وريضه ودايره مشي تخفيفه وماكياج زوين جات هي اصلا زوينه كان في يديها أه ستيلو وقبلت لك الكتاب مده كتفكر في التعليقات باش تولي مرات رضا العيال تبداو كيزغسو كيصلاو على النبي روان كانت واقفه الفوق كطل فرحات ليها بزاف شافت فهارون شحال جا زوين بالكوستيم والبنات كيشوفو فيه غياكلوه بعينيهم بس راسو شافها كطل هي دغيا بعدات عيني عليه هو شي حد يعين العيني عيني طلع لعندها الدنيا عامره رجال وانتي كطل بلا لسان رجعت للور تا سوقك شتا من يديها وزيرها ما مازال رجلك سوقي دخلي للبيت قول ولا تغطي ولا ولا ديري لسام نطرات يديها منه فوقاش نتسنى من هالشي ودخلت البيت شدات الباب وقلبها كيضرب حطات يديها في البلاصه اللي كان شاده منها تمنى تكون بقا شادات وحشاته بس حد من عينيها لتحت سالها وحطوا لها شاء كل وكل واحد مشى بحاله شاي ما اريد للوطيل بعد ما سلمت على روان يوسف انا ما غتزوجونيش ولا شنو رجعت ومين نحس بك درتي عقلك تزوجك جدّي أيوة وعلى على حساب بعد الحساب عمرو يتزوج يوسف مالي بنت الكبيرة جدة بحال داكشي هارون جدي كلشي شاف فيه أنا غدا الصباح مسافر لأمريكا وغنطول سماك روان المحامي غيتكلف كلشي ديال الطلاق أنا وصيت وحيد طلاق إتفاقي غيكون ساهل الجد صافي هذا آخر قرار أه جدي صافي جد وحير سوني ما نقول وقف هارون أنا غنمشي نعس حيت غدا غنفيق بكري الجد هبات هنا وغدا سير من هنا احسن ها آه ولدي خلينا نشبعو منك شويه هارون واخا مشي بعدا نجيب الشنطه خليتها في الدار خرجت باش للدار جاب الشنطه رجع كلس بقى كي هضر مع كلشي وفي التالي كلشي طلع البيت و ينعس اراون ما قدرش ينعس صافي آه ما غتوليش تشوفو ما تبقاش مراته غتنعس باش ما تبقاش تعذب لقات دوا ديال النعاسه لباته سبينوار وهبطت للكوزينه باش تاخدو يلا خارجه من الكوزينه وهي تلقاه داخل رجعت اللور شاف الدواء اللي في يديها وخدام عندها هاد الدواء مجهد من فوق شتي كتشربي رجعت خداتو ماشي سوقك يلا بغات تمشي ويا تشد الدوخه هو دغيا شدها فوق الكرسي مالكاش كاين باش كتحسي الدوخه لا تمشي هاد الحمام كتجري كترجع وخرجات واش ديك الطبيب لا لا غير هاد اليومين ما ارتاحيتش ورجع ليا داكشي الدوخه حتى هاد الدواء راه كيدير الدوخه ما تبقايش تشربيه روان دارتو في جيبها هو اللي كاين باش تنساو واخا شويه صافي سرت نحس بعاك صفر هارون اه الله يديك على خير شكرا يلا درت باش تمشي ما تسلميش عليا مدات يديها وهو يجرع النقا نقات وحتى هي دفنات راسها في صدرو مابغاش تبكي حيت الا بكات غتضعف وما غتخليهش يمشي وكان كان كيشم ريحه شعرها اللي غيتو حاجة بزاف بعدا سالي بس ليه حنكو الله يدك على خير تهلا فراسك راسك وطلعت في احساس خايب كتحس بحال ليلة إلى ما تشوفو دموعي نازلين دخلت البيت شربات التواب بشويه بشويه حتى نعسات فقط صباح مخلوعه قلبها كيضرب كيضرب اول كلمه لدخلت هارون ناتك كتجري لبسات عليها تلمسه تلتسمات وهبطت كتجري تلاقات الخدامه فين هارون هادي شي نص ساعه باش مشى للمطار حسات بقلبها غيخرج رجعات البيت كتبكي صافي مشى ما تشوفو دازو سوايع قالت شي ماء من لوطيل دوزو احسن ليله في حياتهم تفقوا باش ما يهديوش بعضهم وين اللي فات دخلوا للدار فرحاني مشادين باليدين كل شي بارك ليهم وفرحوا ليهم شيماء فين هي روان راه في بيتها يصف داخل الدار كيجري شعلوا التلفازه دغيا شعلوه ما فاهمين والو دارو واحد القناه كل شي تصدم من داكشي اللي سمعوا روان كانت يلا خارجة من المصعد وهي تسمع الخبر رجليها فشلوا شلونها خبر عاجل سقوط الطائرة الخاصة لرجل الأعمال هارون العالمي جاري البحث عن المكان خبر عاجل رجل الأعمال هارون العالمي هل لا يزال على قيد الحياة أم لقي حتفه كل شيء كيهضر كل شيء كيهضر على الحادثة الدنيا مقربلة كل شيء كيبكى في الدار اللي سخاف سخاف اللي بكى بكى أنا رجعت البيت ما بغيتش تسمع البكا مبغاتش تشوفهم كيبكيو عليه سدات ودنيها هارون ما ماتش حاسه بيه باقي كيتنفس باقي كيتنفس حاسه بيه ما ماتش. لا قلبو مازال كيضرب كي علاش كتبكي وما ماتش بقات غير كتهضر بقات غاده جايه في البيت هبطت من تحت لقات كلشي كيبكي وشي كيصبر كي شي والتليفونات كيصوني صدعوا على فراسها شي رجال بحال البوليس داخلين خارجين للدار شي كيهضر في التليفون شي كيغوت الروينه نايضة حسيت براسها كتخلق نفس قطعات ليها مين شي يموت بهاد السهوله ما يمكنش يمشي ويخليها شافت كتشوف جات على السخفة كلشي ناض كيشوفها قادرة تحرك من كل كلشي بلوكي حتى ما مقاداش تبكي ما حساتش براسة تا كتسمع يوسف كيقولها تحيد من الطريق كان هاز جداتها يديها الفوق ما قدش تحرك حتى جراتها شيماء من يديها شيماء الوحيدة اللي حاسة بها من قاتها شيماء وهي كتبكي حاسة بيك والله بعدا تالا علاش كتبكي ما تشهروا لا 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 حاسة بيه ما ماتش شيماء ان شاء الله ان شاء الله داز ثلاث ايام مازال كيقلبوا كي على الطائره الخطوط الجويه كتقول تقطع الاتصال قبل ما يقول لهم بيلون فين راهو عيط لهم جهاز لاسلكي قال لهم انهم في خطر كاين شي عاطب في الطياره من سمك ما ولاو شي حاجه خايفين تكون طاحت في البحر راه كانت في البيت لحد الان وهبطات حتى شي دمعه من عينها غير ساكته كانت مكيته في قلبها كل نهار داز كتحس بروحها كتخرج معاه ولات جسد بلا روح فقدات كل شيء فقدات مها وباها ودابا الراجل اللي كتبغي بقى لها ما من غير حياتها اللي ولات ما كتسوى والو عندها من نهار سمعت الخبر ما كلاس كتشرب في الليل دوا باش تنعس ما كتحسش باللي واقع في النهار كتقرا القران حتى كتهيا دخلات عند شيماء ارحمي راسك روان شوفي حالتك كي دايره شوفي كي وليتي يلا شافت فيها بغات تنوض وهي تشد الدوخه في الارض شيماء اوتات كتحاول تفيقها والو عيطات للطبيب اللي جا دخل فحصها المدام حامله خاصها الراحه الجسم ديالها عيان كتبت لها شي فيتامينات تاخذهم شيماء ما بقات غير كتشوف شكرا روان كانت حالة عينيها سمعت كل شيء شي ما سمحتي انتي حامله روان دورت وجهها الجهه الاخرى وحطت يدها على كرشها دابا زاد دابا تفكرات فاش حرمات من ولد الاول فاش كان باغي منها ولد ما فين هو يجي يشوفها حامله بولدو زيرات على كرشها عرفات انهم عندها في الدنيا من شدات ما شدت لها في يدها وهي كتبكي كتشوفها كتموت قدامها مشيو لبلاصه اخرى بعيده يلا فاق من النعاس شافها قدامه هذه ثلاث مخرج من الدار حتى غير الشراب والنعاس حيد يديها اللي كانت فوق منه ما الحمام دوش خرج لبس عليه ما دخلت الحمام دوشات خرجت تاو يلا ويلا على فوطه فدوى وجدت لك الفطور هارون واش ديري غير قهوه جيبي جريده شحال ما قريتها داكشي اللي دارت جابت لي القهوه حلت الباب لقات الجريده في الارض حتى حداه بدا كيشرب القهوه وهز الجورنال كيقرا فيها ويقف مصدوم لقا كل شيء كيهضر عليه وعلى الطياره اللي طاحت تفكر فاش كان غيسافر في اخر لحظه غير رايو ما عندوش دماغ شي اجتماع نفسيته عيانه كي كان يدير الشماع الاجتماع هو كيفكر غير فيها خلى غير النائب ديالو يمشي بوحده اجل السفر مره اخرى مش عند فدوى على الاقل تنسي غير شويه فدوى مالك قالت الجريده من يدي وهي تصدمت هادشي كلو واقع حنا ما جايبين خبار هارون خاصني نمشي نحس كيف ركب الطوموبيل نيشا لدار جدو يلا وصل لقى الصحافة واقفة حتى هما تصدمو فاش شافو كي يجري كيجريو عندو كيسولو شنو واقع قلاوش يدخل كانت الدنيا عامرة كانت هي حدا البالكون سمعت صداع طلعت شافت الجوقة بقات كتشوف شنو واقع شوية تلبحو حسب بلا غير كتحلم بقات كتشوف حتى شافتو خارج من بين الجوقة ما تيقاتش عينيها كتشوفو كيتحرك اه هو هو غادي على رجليه ودخل الدار روان أه هو عايش هارون عايش حلت الباب وخرجت بالحفه وغيب البيجامه شعرها مطلوق نسات راه امي صعد كاين هبطت كتجري في الدروج تلوات ليها رجلها طاحت واخا هكاك ولات ناضت توصلت لاخر درجه وهي تشوف كل شيء كيسلم كي عليه كل شيء كيحمد كي الله كل شيء فرحان وكيهنقو حسات بروحها رجعت ليها بحال شي وليد صغير عاد تولد كتشوف فيه تغرغرو عينيها بالدموع اللي هي راه عيطت ليه بالجد لدرجه كل شي دار شاف فيها صوت ولا بحال الصدى في الدار كل شي سمعو هارون جات كتجري لعندو عنقاتو وكتبكي حرام عليك علاش درتي لي هكا كنت غنموت بلا بيك حرام عليك ما نقدرش نحيش بلا بيك سمحتي غنموت بلا بيك بقات كنضربو على صدرو ويا كتبكي كنكرك علاش درتي لي هكا ما تعاودش ديرها راه نموت والله كلشي تاثر من المنظر كلشي ناض كيبكي معاه حتى احلام رجعت كتبكي قعد نقى شوي حتى كيحس بها الترخات تخفات بين يديه هزا وطلع البيت كلشي تابعو هارون كيحاول يفيقها كيضرب كي لها على وجهها روان فيقي روان حبيبه شي ما كتبكي راه من عيط للطبيب قبل ما توقع لها شي حاجه هارون ما واش يضحك ولا يبكي تبدا كيغوت عيطوا للطبيب كلشي جبد التليفون كيعيط احلام واحد فينا ماشي كلشي صافي انا غنعيط ربع ساعه وكان الطبيب عندهم فحصها نفس الهضره اللي قلت قبيله خاصها الراحه تاكل مزيان عندها نقص في التغذيه والفيتامينات راه كتبتم ليها ضربت لها شوكه باش تقويها شويه ومشى هارون بقى جالس حداها شاد لها في يديها وعد راسو باش ما يتخلاش عليها واخا يبقى اللي وقع هبطوا وجمعوا في الصاله هارون عاود لهم كل شيء الجد النائب العام غنتكلفوا بالجنازه ديالو هارون اه نخلي الخلصه ديالو كيف ما هي يستافدو منها ولادو ومراتو نتكلف بالقرايض ولادو الجد الله يرحمه مسكين كل شيء امين جدة وكسب لك ولدي عمر جديد نسى مرضي ورضا وقفاس معاك ربي يحفظك بس ليها راسا طلع نشوف روان طلع لعندها لقاها مازال ناعسة جلس حداها بس يديها بخيلها يلعب في شعرها عند أحلام كانت بيتا دخلت عندها شيماء، شافت فيها جبدات أي تصاور وراتهم ليها دابا هارون رجع لروان مبغيتكش تولي ديري شي حاجة ماشي هي هاديك أحلام جلسات فوق الناموسيه كوني هانيه بتصور ولا بلا بيهم كنت غنسى هادشي ما بقيت باغا والو ندمس على داكشي عمري عينيه ما كندير اصلا كنت غير كنهددها ما نقدرش ندير داكشي صورك النهار اللي صيفطتهم من دار خوك مسحتهم ما بقاوش شيماء واش كتهضري بصح احلام جديه عمري كنت صريحه حتى لهاد النهار شيماء مسحات التصاور اللي عندها سالا مسحت كلشي نتمنى تكوني عندك لمسك يلا بغات تخرج وياك تشد احلام واش غتسمحي ليا شافت فيها شيماء ما نعرف خرجات شيماء من مورا ما خرجت من الطبيب كل شيء سول على الانتحار ما لقات ما تقول قالت لهم كاس كان بغير وكان كيحسب ليها مازال كيبغي روان وبقات كتخربق عليهم دازو السوايع كانت 3 د الصباح آه حسين حسن هضات كتغوت هارون ما تخلينيش هارون فزوع مفزوع انا معك انا معك عم يعني نقاسو ما تمشيش وتخليني عافاك ومضات عينا ولا نحسات قعدت ضف بلاصه ورجع نحس جا الصباح نهار جديد بحال العيد كلشي فرحان حلات عيني لقات ناعس حدا ما نزلت نزلو الدوا من عينيها بالفرحة فوق لقاها كتبكي نض عنقا شو علاش كتبكي خليني نبكي كنت تكون بصح متي وخليتيني كنت غنموت هارون وهاني معاك عمرني نخليك حطي الدوا على كرشة أخيرا غنولي أب زاد راسا شعرت فيه بغيت يكون كيشبه ليك وإلا كانت بنت كتشبه ليك نتي غنلقاتو المهم تاهو داز اسبوع رجعوا لدارهم كانت بقات البس كل ورد حمار وشماء والناموسية فيها قلب بالورادي مهم تكشي ديال الرومانسية دخل البيت شاف تكشي وهي الحبسة سومي حمراء مش مشبكة وقصيرة وشعرها طال قادرة لبوكلي لهذه المرة وجهها دايره في مكياج خفيف قرب لها ماكياج غي هي بس يديها مسحور بجمالها عمرو ما كان عارف انه غيشي شي نهار اللي غادي يبغي فيه شي انسان حصل الدرجه بعد مرور سنتين مجموعين عندها في الدار ليلة عيد ميلاد للتوام ديالها رزان وليزار ولاد هارون وروان الجدة والحمد لله يا ربي طول في عمري حتى كلكم في ديوركم مع وليداتكم دابا الا بغات المدجي كل شيء الله يطول في عمرك شيماء في كان عندي توام شهيتيني فيهم أحلام منتي قد قد غير بواحد اللي فكرش عاد تفكري في توام راه هذا شهرك شيماء ما تفكري زعما الربح قالك سبع شهور ولدي احلام المهم مازال بعيده حنان حلي عينيك وعمضي أطلقي راسك كتولدي سوليني أنا مريم خلعسوني هنقول لأحمد ما خاصني ولا نعطيكم اختصار يوسف تزوج بحنان وجابو بنيتة اسمها سارة أحلم تلاقات بأمين صاحب هارون وعاشو قصة حب وزوجو دابا راها حاملة مريم كانت كتبغي شي واحد وتزوجات به هو أحمد هارون عند قراوان وفي يديه كادو نسيتي اليوم شنو تسمات وأنا نقدر نساعد زواجنا كلشي بدا كيصفر كي ويصفق حيت زواجهم كيتطابق مع نهار عيد ميلاد دولادهم رزان جاش كتشبه لمها بزاف ونزار كيشبه كي لباه نفس بحال بحال كي, كي منو ربي ما كيخيب كي حتى شي حد خاص قلبك يكون بيض ايمانك بالله قوي وكلشي غيكون مزيان ربي كيهتك كي على قد نيتك حمد الله على اي حاجه وربي غيدير تاوي الخير هاو قرب مراسو ولادو حداه وريق الكاميرا وقف حداهم باش يتصورو نزار رازان زانت في الشمع واحد جوج ثلاثة طراخ خداو التصويرة هما مجموعين للذكرى <applause> كيف جاتكم هاد القصة إلا كنتو وصلتو لهنا فأكيد غتكون عجباتكم فريدة إلا كنتي اللايك رجع ديرها خلي لي تعليق فيه رأي في القصة ونتلاقاو إن شاء الله مع قصة جديدة